الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري وجراحة المناظير النسائية بمراكز رويال للخصوبة بالمنصورة ومصر للخصوبة بالمهندسين وسي بي سي كابيتال عباس العقاد ومستشفى الكنانة بطنطا. أهلا بكم. يظل حب الأم هو الحب الأكثر صدقا، أكثر استحقاقا للدراسة، الأغرب الأجمل. يعني الأم تعمل حاجات لأولادها غريبة جدا جدا، جميلة وعظيمة جدا. لكن خلينا أقول لكم أنه كتير من البنات دلوقتي بتعاني من المشاكل في التبويض، من ضمنها التكيس المبيض، من ضمنها مخزون المبيض. على فكرة يعني مثلا الناس اللي عندها مشاكل في جودة البويض، ليه بنات في سن صغير بتيجي يقولوا لها مخزون مبيض بتاعك راح خلاص، الـAMH بتاعك وصل لمستويات متدنية، ما ينفعش معاها خلفة، ليه؟ ده سؤال مهم جدا هسأله الضيف العزيز في وسط كلام. الضيف العزيز بيمتع دائما في حواره، وبيمتعني جدا بأسلوبه العلمي الدقيق وفي نفس الوقت السلس، ودي معادلة مهمة جدا في الإعلام ان احنا نطرح العلم الغزير وفي نفس الوقت سلاسة العرض. ضيف العزيز الأستاذ الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري جراح الحقن المجهري وجراحات المناظير النسائية بمراكز رويال. أهلا بك يا دكتور، يعني سعيد جدا جدا بهذه الزيارة. وأنا سعيد أكتر يا دكتور أيمن، وتشرفت بالتواجد مع حضرتك ومع مشاهدينا. وطبعا لحضرتك الموضوع اللي بتطرحه مهم جدا، لأن احنا عدنا بنشوفه كتير. زي ما حضرتك بتقول، احنا عدنا بنشوف بنات سنها صغير وجايرنا بمخزون قليل جدا. هي عاوزة تفهم الأول إزاي، يعني هو إيه مخزون المبيض ده؟ طب أشخصه إزاي؟ أعرف طرق تشخيصه، هل تشخيصه بالسونار بس ولا في تشخيص معملي كمان جنب السونار ده؟ طب هل ليها علاج ولا لأ؟ يعني هي عاوزة حضرتك كدكتور جياله تسألها أخبار مخزون المبيض بتاعك إيه، وقالوا لي ان مخزوني ضعيف، تجاوب لها على الاسئله دي، وهل ليها امل في الخلفه ولا لا؟ اللي هو اهم شيء، اهم سؤال جاي تساله لك. ايه اهميه مخزون المبيض؟ مخزون المبيض مهم جدا لكل سيده. يمكن زمان ما كانش عندنا اهتمام بالهرمونات، وما كناش بنبص للهرمونات بطريقه واسعه شويه. دلوقتي لا، بقى السؤال الاول عندي لاي سيده داخلالي، فين تحاليل الهرمونات بتاعت حضرتك؟ ما هو ما ينفعش حضرتك، يعني انا بلاقي سيدات كتير جايالي السنتر عندي واخده تنشيط، واخده علاجات، واخده حاجات، كل شويه منشطات. طب حضرتك عملتي تحاليل هرمونات؟ لا. طب عرفتي منين ان عندك مشكله في التبويض؟ هم الدكاتره بيكتبوا لي منشطات. لا، البطاقه بتاعتك معايا هرموناتك الاول. زمان كنا بنبص المخزون المبيض بهرمونات بتطلع عندنا من حاجه هنا اسمها الغده النخاميه، كان في هرمونات بنبحث عنها وبنضطر ان احنا بنقول للمريضه لازم تعمليها تاني وتالت يوم البيريود، اللي هي هرمون الاف اس اتش والال اتش. مشكله الهرمونين دول ان كان فيهم فالسس كتير، يعني كان فيهم مشاكل ان المريضه لو واخده ادويه ممكن تتاثر وتاثر على نتيجه الهرمونات دي، ان انا مضطر اجيب المريضه في وقت معين من البيريود، فده بيصعب على بعض المرضى اللي عندهم اختلال في البيريود، البيريود بتاعتها مش مظبوطه او ما بتجيش او عندها مشكله كبيره فيها. فكان الستات دول عندهم مشكله ان انا اشخصهم صح. طلع بقى تحليل احدث اللي حضرتك لسه كنت بتقول عليه دلوقتي من شويه، اللي هو الانتي موليريان هرمون، الاختصار زي ما حضرتك قلت الاي ام اتش. له ميزه عن التحليل القديم، ميزه انه اكثر دقه، ده واحد. الميزه الثانيه انه بيتعمل في اي وقت، يعني السيده اللي جايه لي عندها البيريود، ما عندهاش البيريود، ثاني يوم، ثالث يوم، عاشر يوم، جايه قبل البيريود مباشره، بيتعمل في اي وقت وما بيتاثرش باي حاجه. المريضه واخده منشطات، واخده علاجات، واخده اي حاجه، ما بيتاثرش باي حاجه، وبالتالي فده كان الدقه بتاعته أكتر بكتير من التحاليل القديمة اللي احنا كنا بنلجأ ليها لتشخيص ضعف المخزون أو مشكلة في مخزون المبيض. المنشطات هل هي مظلومة؟ هل بتؤخذ بطريقة صحيحة في معظم الأحيان؟ تأثيرها على مخزون المبيض وتأثيرها على التبويض
سؤال مهم جدا يا دكتور أيمن. ليه بقى احنا بنتسأله يوميا؟ تجي لنا بعض السيدات تقول لنا انا عماله اخد منشطات وحضراتكم بنشطوني وانا عندي ضعف تبويض وبتنشطوني، هل تنشيطي ده هيأثر على مخزوني ويستهلك من مخزوني؟ هقول لها على عكس ما انت معتقده، لا مش هيأثر. انت اعتقادك انه هيأثر، لا مش هيأثر. ليه بقى مش هيأثر؟ احنا الطبيعي في كل دوره يا دكتور ايمن في بويضه بتنضج وبتوصل للنضج اللي ممكن يحصل فيها اخصاب او انقسام وتكمل لجنين او تنزل وينزل الدوره، وفي تقريبا من 20 ل 21 بويضه تانيين بيضمروا، بيحصلهم حاجه اسمها اتريزيا، كده كده هيحصل لهم في الدوره. طيب المريضه اللي نشطتها بدل ما كانت في بويضه واحده بتنضج في الدوره انا نشطتها فطلعت لها 3-4، بدل الاتريزيا ما كان هيحصل لل 20 21 هيبقى 17 هيحصل لهم اتريزيا، يبقى انا خدت من المخزون حاجه؟ هم نفس البويضات بس انا ايه خدت منهم اكثر، يعني نضجت منهم اكثر من بويضه في الحقن المجهري، لان المرضى بتخاف من طبعا الحقن، احنا بننشط بطرق اوسع شويه او التنشيط بيبقى اعلى شويه، فمش هطلع 3-4 ممكن اطلع 10-12. طب هل ده هيأثر على مخزونها؟ لا مش هيأثر على المخزون خالص، لان ها برضه هطلع 10-12 ناضجين وهيحصل اتريزيا للباقي اللي هو نفس العدد اللي كان هيحصل من الاول. طب ايه بقى اللي ممكن يأثر على المخزون ويبقى مضر ليها؟ التدخل للمبيض دي المبايض سواء ده او ده بطريقه خاطئه. بمعنى سيده عندها كيس على المبيض وكتير بنشوفه، وده فرق برضه عشان الناس اللي بتسمعنا، في ناس بتخلط كتير يا دكتور ايمن ما بين الكيس والتكيسات. يعني في ناس عندها اعتقاد ان ده هو ده، لا تكيسات يعني بويضات كتيره صغيره ما بتوصلش للنضج، الكيس لا ده بويضه ما انفجرتش او ما يعني ما حصلهاش اخصاب وكبرت عن حجمها الطبيعي، بدل ما توصل ل 18 20 بقت 30 32 ملي اللي هو يعني بالسنتيات 3 او 4 سنتي، فكبرت عن الطبيعي وعملت كيس. سواء ساعات بيبقى كيس ميه يعني جواه ميه، وساعات يبقى كيس دموي اللي هو جواه دم. الكيس ده في بعض الناس تقول للسيده دي تعالي ده اصل عامل لك الم جامد تعالي مشيلهولك، ويتدخلوا جراحيا للمريضه دي ويجي يشيل الكيس ده يقوم ايه واخد جزء من المبيض معاه، اهو ده بقى ايه مانوفر خاطئ اثر على المريضه بالسلب. راح بدل ما زي ما بيقول في المثل بدل جيت كحلها تعميها، يعني انت جاي تساعدها عشان هي بتألم شويه حضرتك رحت ضيعت لها مخزون المبيض بتاعها. ليه؟ شلت لي جزء من المبيض ده، وبعد كده السيده جات لنا مخزون المبيض بتاعها وقع، بقى كان اللي هو ايه ام اتش فوق الواحد وكويس وزي الفل بقى اقل من واحد. وده يصدق عليه برضو ابو العريف، ابو العريف يجي يقول المعلومه يفتي. يجي عايز يفيد، هو من جواه عايز يفيد فعلا، بس هيعمل ايه؟ ما هو مش كل اللي عايز بيقدر يعمل. تعالوا نسمع ونشوف ابو العريف عايز يعمل فينا ايه النهارده. قول يا ابو العريف. يا باشا الست من دول اللي متأخرة في الخلفة ولا اللي عاوزة تخلف والدكتور قال لها عندك ضعف في البويضات، ما تضيعش وقت لا منشطات ولا أدوية ولا أعشاب، على طول يا باشا تطلب من الدكتور في نفس الزيارة طلع يا باشا الإبرة الطويلة يسحب شوية بويضات ويحطهم لها في علبة معقمة، وهي يا باشا لازم تكون واخدة معاها آيس بوكس علشان تحط العلبة فيها لحد ما تروح وتحطها في الفريزر. الفريزر يا باشا في الحالة دي لازم ما يقعدوش يفتحوه كل شوية، عندها فريزر تاني تحط فيه اللحمة والفراخ واللازم منه، وتخصص فريزر أساسي لتجميد البويضات. ما عندهاش يا باشا ما يجراش حاجة، تخبط على جارتها تشيل عندها كيس اللحمة وكيس الفراخ، الدنيا لسه بخير والجيران لبعضيها، وتركز في موضوع تجميد البويضات عشان وقت ما تحتاجهم ترجع للدكتور يفكهم لها ويشغلهم. يشغلهم ده بيتكلم بجد.
يخرب يعني بيت المخدرات. على فكره احنا يعني بنقابل نماذج يعني احنا بنيجي هو بيتكلم في ناس بتجي لنا السنتر لكن الناس يعني لبعضها يعني احنا نحطه عندك بدل ما احط عندك كيلو لحم نحط عندك شويه بيضه. في ناس بتجي لنا السنتر كده يعني في دماغها معتقدات غريبه جدا وانت عشان تقنعها عشان تقنعها بالوضع ازاي تقول انا اجمد يعني احط الحاجه في الفريزر طب ومش هيحصل لها حاجه العلم مش هتتجمد يا ستي لا ده مش الفكره ده في التجميد ده له تقنيات وبيتجمد تحت في سائل اسمه النيتروجين حاجه قصه خالص غير اللي حضرتك متخيلها غير تجميد اللحمه والفراخ ده هو شوف الابداع قال لك بس نحطه في حته لا ومذاكر يعني عنده الالترناتيفز كمان يعني عنده البدايل يعني يقول لك انت اسال كده الفراخ واللحم حطيهم عند الجارتك ولو ما لقيتهاش روحي عند جارتك والله يعني انا ببقى سعيد بالتواجد مع حضرتك يا دكتور ايمن ومع المشاهدين ويا رب هم يكونوا بيستفادوا من الكلام اللي احنا بنقوله بالذات عيانين ضعف المخزون دول احنا بنقابلهم كتير وبيبقوا فاقدين الامل جدا احنا بنتمنى ان احنا نكون دافع امل ليهم ان ربنا يرزقهم يعني يمكن انا يحضرني كان مريضه عندي تاخره بقالها 19 سنه وحاولت كل مره بتحاول مش عارفه تطلع بويضات تحاول مش عارفه تطلع بويضات احنا مشينا معاها زي ما لسه كنا بنقول ادينها ادويه لتحسين الجوده مشينا معاها ببروتوكول المناسب ليها ما هو برضو دول لهم بروتوكول مناسب اللي هو بروتوكول القصير ده بيبقى اكثر مناسبه للمرضى دول جمعنا لها على اكثر من دوره لحد ما قدرنا نحصل من الدورتين اللي جمعناهم لها على جنينين وزرعناهم جوه الرحم وربنا اراد ان يكرمها بتاعه نشوف اللي كانت بتتمنى الخلفه ومش لاقياها وبعض الناس سدوا في وشها الامل وقالوا لها لا حضرتك روحي مالكيش امل في الخلفه لا لما اجتهدت واخدت بالاسباب وكانت مع ناس فاهمه في الموضوع بتحضرها تحضير صح ربنا اراد ووفق فاحنا بنقول الحالات دي اهم شيء فيها التحضير الجيد زي ما دايما يعني في مثل بنقوله اهم من العمل ايه ضبط العمل بدينا قلبتها زمان اهم من العمل ضبط العمل وزي ما قلت لكم اذا صح اللجوء ازهلك العطار يعني فعلا ضيف العزيز الاستاذ دكتور احمد عاصم المولى استشاري الحقن المجاري وجراحات المناظير النسائيه بمراكز رويال نورتني واسعدتني الله يخليك خليكم دايما مع الناس الحلوه. مشكلة البنكرياس أعراضه بنسميها دايما فيج يعني ملهاش عرض محدد أورام البنكرياس البنكرياس عموما ما حدش يعرف عنه حاجة تشخيصه إن احنا نقول ينفع له عملية فعلا اتطور جدا جدا مش هيدي أعراض غير ما يوصل لحجم كبير قوي وبالتالي في الغالب بيتشخص متأخر قوي عشان استأصل المنطقة صعبة شوية والعملية تبان إنها تخوف شوية لكن نسبة نجاحها دلوقتي تتعدى 95%. الدكتور محمد فتحي عبد الغفار أستاذ جراحة وزراعة الكبد كلية طب جامعة عين شمس استشاري جراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس عميد المعهد القومي للكبد سابقاً زميل جامعة إيسن بألمانيا لجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية. أهلا بكم واحدة من أرقى حلقاتنا على الإطلاق سواء في الناس الحلوة أو الدكتور هي الحلقة أو الجزء القادم بلا شك نوع معين من العلم هو الأرقى الأكثر تفصيلاً والأكثر كمان يعني قرباً للتقدمية الكبيرة في عالم الجراحة جراحة البنكرياس فالنهاردة هتستمعوا لحوار خاص زي ما قلت لكم على أرقى مستوى ضيف من يعني من الضيوف اللي بنفتخر بوجودهم في الناس الحلوة بنسعد جداً في استقباله لأن احنا قدام قيمة جراحية على أرقى مستوى مش بس في مصر في الوطن العربي واسم عالمي قدير بيبقى دائما يعني وجوده في الإعلام إضافة هائلة أكيد لأنه نقلة لأرقى أنواع الجراحات والأساليب الجراحية إلى الشاشة بشكل مباشر
ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الغفار أستاذ جراحات وزراعة الكبد الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس زميل جامعة أيسم ألمانيا لجراحات الكبد والقناة المرارية وعميد معهد الكبد السابق ضيف العزيز القيمة الجراحية القديرة. أهلا بك أستاذ. أهلا بحضرتك. أنا قلت كلام جامد قوي كده كفاية خلص الحلقة أو أقول كالعادة بوسط الحلقة لا أنت لخصتها كلها لا والله العظيم مش بقصد البطن كالعادة اللي احنا يعني بنسبق الأحداث. لكن السؤال الأول كلمة العنوان يعني ايه ما نقول أول مرة نقترح هذا العنوان أسرار النجاح ماذا نقصد به؟ عملية ورم رأس البنكرياس بالذات عملية كبيرة بيسموها الويبل لما نشرحها للناس الحاجات اللي بنشيلها يعني دايما عام بعد ما اشرح له العملية يقول لي طب وهيبقى ايه وانا هعيش ازاي. لكن لما نعرف ان نسبة نجاح العملية دي تتعدى 90% 95% نجاح العملية معنى نعمل العملية وعن يخرج بالسلامة ان شاء الله 95% ده تقترب من ايه من المرارة من يعني من الحاجات بس عشان نوصل للرقم دوت الحقيقة محتاج شغل كتير قوي. يمكن نقسمه حاجات هنعملها قبل العملية بري أوبراتيف وحاجات جوه العملية أوبراتيف وحاجات بعد العملية بوست أوبراتيف الجراحة كلها هي ما قبل بري عملية أوبراتيف ما بعد بوست أوبراتيف ما قبل العملية احنا بنتعامل مع مريض عنده ورم وبالتالي نقطة مهمة قوي ان ما ننساش ان احنا مريض عنده ورم. في ناس بتبص للورم يعني كتير بيجي لي اهل المريض يقول احنا مش عايزين نقول له فجايبين لي الاشعاعات بس او التحاليل بتاعته ده ينفع يتعمل له عمليه ولا لا. البدايه دي مش صح. لازم اتعامل مع شخص على بعضه يعني ممكن تبقى الاشعاعات والتحاليل تقول ان ينفع يستحمل العمليه ولكن عن جنرالي بصفه عامه حالته العامه ما تتحملش العمليه. بره في حاجه اسمها بيرفورمانس ستيت وليها سكور معين دي السن بتاعه والحاجات الضغط والسكر والحاجات ارقام بنحسبها بحيث ان في الاخر اقول المريض ده يتحمل هذه العمليه فعلا بصوره امنه ولا لا. ودي نقطه مهمه قوي ساعات بتبقى يعني مزد مننا كده كدكاتره ان انا بتعامل مع المرض مش مع المريض بس لا دي العمليات الكبيره لازم اقيم الورم واقيم المريض واقيم العمليه وانا عارف جوه العمليه ايه اللي هيحصل يعني متوقع من حجم الورم ده انا هعمل ايه جوه العمليه. فهل المريض هيتحمل الحاجات اللي بقولها دي ولا لا. كتير بيجي العيان اشوف الحاجه بتاعته اقول له ينفع عمليه لما يجي المريض اقول له لا ده ركب له دعامه مش هيستحمل عمليه. فقرار من الاول خالص ان انا ادخله عمليات ده قرار مهم جدا. الخطوه اللي بعديها الورم نفسه هل الورم ده ينفع يتشال ولا ما ينفعش يتشال. ينفع يتشال دي مفروض برضو كنا زمان القرار ده بناخده جوه العمليه لا دلوقتي مفروض بنسبة 95% بيتاخد قبل العملية. أنا فاكر ما كنت سافرت ألمانيا على الحتة دي بالذات لقيتهم بيعملوا خطوة في أول العملية خالص يقصوا الاثنى عشر. هو أول ما قص الاثنى عشر ما هاش فيه رجعة يعني ما ينفعش إن هو يرجع في كلامه ده مش تنفع العملية ودي عملها في أول عملية خالص. فما بسأله قلت له أنت عملت كده أنت لازم هتكمل مين قالك أنا هكمل قال لي لا تكمل أو مش هتكمل دي قبل العمليات. واحنا جوه العمليات مفيش القرار ده خلاص طالما خدنا القرار من قبلها بالاشعاعات ان احنا هنكمل يبقى احنا لازم هنكمل. دي بنسبه نقول 95% فعلا. مشكله العمليه دي كلها بتاعت البنكرياس علاقه الورم بشريان ووريد مهمين جدا. الوريد اللي هو بياخد الدم من الامعاء يوديها للكبد والشريان اللي بيغذي الامعاء. لو كنا شفنا في رسمه هتلاقوا ان هما لازقين فيهم بعض. دايما انا عايز اشوف علاقة الورم بالشريان والوريد في ثلاث سيناريوهات ليها. أول سيناريو جميل جدا إن هو ملوش علاقة خالص هو بعيد عن الشريان والوريد وده أحسن السيناريوهات. السيناريو الثاني لا ده حوط الشريان والوريد بس حوطه ديت بنقسمها إحنا بالأشعة هو حوطه 180 درجة ولا أقل من 180 درجة. لو أقل من 180 درجة لا ممكن العملية أكتر من 180 درجة نبتدي نقول بقى ينفع ولا ما ينفعش. الفيديو ده بيورينا دي قبل ما يعني دي خطوات العمليه ببساطه كده يعني كشرح بسيط ان احنا هنشيل ايه فيها عشان ده اللي بنقول عليه. ده الجزء اللي شلناه اللي هو راس البنكرياس بالاثنى عشر مكمل معاه حته من المعده ومكمل معاه حته من الامعاء
والقناة المرية داخلة في النص فشلناها مع المرارة. وبعد كده بجيب الأمعاء هيت أوصلها بالبنكرياس، أوصلها بالقناة المرارية، ثم أوصلها بالمعدة. دي ببساطة خطوات العملية نفسها. فالجزء التحضير قبل العملية زي ما قلنا، أنا عايز أعرف العين ده هيستحمل العملية ولا لأ. النقطة الثانية، الورم ده هينفع يتشال فعلا ولا لأ. النقطة الثالثة، التوقيت. هل أنا مفروض أعمل عملية دلوقتي؟ ده أحسن وقت للمريض دوت، لأن ممكن يبقى الورم حجمه كبير شوية أو محوط الشريان، لا ناخد كيماوي فيقل شوية فأقدر أخش في العمليات، أو أقول لا ده أنا أخش دلوقتي. كل واحدة فيهم دي فيها مميزات وفيها عيوب. الحسبة دي حاجات كتير قوي بنحطها في دماغنا وإحنا بنتكلم. دي الرسمة اللي كنا بنتكلم عليها، حدة علاقة الورم بالشريان. إما أول حاجة فوق دي بعيد عنه خالص، ده أحسن سيناريو. التاني ده حواطه. بس قبل معلش يا فندم، إحنا هنا عندنا حاجة حمراء وحاجة صفر. حاجة الحمراء هي إيه؟ الشريان. ده الشريان، والأصفر ده الورم نفسه. الورم بما لو فيه في الصورة الأولانية ده جميل جدا. ده بعيد عنه فده سهل قوي في العملية. الصورة التانية حواطه بس ما عداش ال 180 درجة. الصورة التالتة عدى ال 180 درجة. تفرق. التالتة ديت لا، لو ده شريان مش هينفع، لو وريد نتكلم فيها، فيها نقاش شوية لأن ممكن أقصه وأوصله. لكن التانية ديت في الغالب هينفع. فقرار أن أنا أخد كيماوي أو ما أخدش كيماوي دي برضو قرار صعب جدا، بالذات عندنا في مصر، لأن الأبحاث برة بتتكلم عن النقطة دي كتير، بيحبوا يدوا كيماوي في عيالين كتير وبيصغر. الحقيقة مع نقاش مع دكاترة الأورام عندنا، من وسط كل 10 عينين خدوا كيماوي 2 أو 3 اللي بيستجيبوا، وسبعة تمانية ما بيجيبوش نتيجة خالص، بعضهم بيكبر مع الكيماوي. مش عارف إن كان مشكلة في نوع الورم اللي عندنا، مشكلة في المريض، مشكلة في إيه، لكن في فرق فعلا ما بين الوضع بتاعنا والوضع بره، وبالتالي مش هنقدر نطبق الكلام بالظبط اللي بناخده بره إن هو علينا في مصر. لا، فيما يتعلق بالكيماوي. في الكيماوي بتاع البنكرياس اللي قبل العملية ده بتاع البنكرياس بالظبط. هنا الصورة دي، هنا ده الورم، هنا شايفينه ضاغط على الوريد البابي اللي هو بيغذي الكبد، يكاد يكون قافله أكتر من 50%، اللي هو الورم اللي هي حتة الصفرة، الحتة الصفرة اللي في النص دي في ضغط على الأزرق. ضغط على الأزرق بالظبط، ده الوريد اللي بياخد دم من الأمعاء ويوديها إلى الكبد. دي من ضمن الصورة صعبة شوية عندنا في العملية، ليها تكنيك ويمكن نشوفه أثناء العملية نفسها. الورم طبعا الأصفر بيكتب عليه حرف تي، اختصار تيومر بالظبط. فده الجزء اللي قبل العملية. لو احنا جزء قبل العملية ده اخترنا مريض صح، واخترنا توقيت صح، وتحضير صح، ساعتها نقدر نقول هنروح للستيبل بعديها أو الخطوة اللي بعديها اللي هي قط العمليات. طيب الصورة دي ما قبل العملية برضو، دي برضو عايزين يورينه العلاقة ما بين الورم والوريد والشريان. الأزرق ده الوريد البابي، والشريان ده الشريان اللي هو بيغذي الأمعاء. أول واحدة فوق دي خالص ده بعيد عنه، ده السيناريو الجميل. التاني لزق فيه شوية، التالت ده فوق مباشرة، الرابع دي أجزاء لو هو في دي البنكرياس، ودي هتبقى سهلة لأن هي بعيدة عن الوريد والشريان. دي كلها قبل العملية، ده كل ده قرارات بناخدها قبل العملية بناء على الأشعة، بندرسها باحتمالاتها كلها، بنشوفها الصور دي. حتى كمان يعني الأشعة المقطعية، أنا مثلا لازم أقول للمريض هات لي السي دي بتاع الأشعة المقطعية، مش مجرد الأفلام، لأن العادي إن العين بيتصور مثلا 3000 صورة، هو بيطبع من 3000 دي 100، مش لازم يكون الصورة أنا عايزها موجودة في 100 دول، لأن أنا المقطعية دي عبارة عن مقاطع، أنا عايز أشوف في كل مقطع فعلا الشريان فين والوريد فين. ممكن أنا وأنا بمشي الصور كده ألاقي صورة لا مزنوق في الحتة دي، أبقى عارف إن أنا جوه العملية في حتة هيبقى الورم داخل في الوريد أو الشريان. فعشان كده عمرنا بنعتمد على تقارير أشعة، ويفضل لازم يبقى معايا السي دي بتاع الأشعة وتقعد تدرسها. يعني نحتاج نتفرج وقت عليه، ساعات بقول للمريض سيب لي السي دي وتعالى لي المرة الجاية هقول لك هينفع عملية ولا لا، لأن أنا عايز أقعد نص ساعة أدرس الأشعة دي لوحدها عشان أخد قرار صح فيها. ده كل ده ما قبل العملية. لما نخش جوه بقى العمليات، إيه الأسرار بتاعتها؟ هي حاجتين، جراح وتغدير. وتغدير ده دور مهم جدا جدا، أكتر من ناس كتير متوقعة. يعني أنا ما أقدرش أشتغل غير مع أشخاص معينين هم فاهمين إحنا عايزين إيه في العملية دي بالذات. العملية دي بتطول، بناخد 4 ساعات لو عملية سهلة قوي، 8 ساعات لو صعبة، فمتوسط نقول 6 ساعات.
المشكلة إن لو العين ده خد محاليل في الست ساعات دي كمية، على آخر العملية ألاقي الأمعاء فيه تخينة من كتر المحاليل اللي خدها، وبالتالي التوصيلات اللي أنا هعملها اللي هي في آخر العملية مش تبقى مظبوطة، لأن أنا بوصل في جدار تخين، بعد شوية الجدار ده هيرفع لما المية تروح منه يحصل تسريب. فمين يقدر بقى يظبط لي القصة دي؟ ده دكتور تغذية شاطر جدا جدا، إنه محتاج يدي العيان أقل كمية محاليل، ما تعمليش مشكلة وتحافظ على الكلى وتحافظ على ضغط العيان. فميزان صعب جدا مش أي حد بيعرف يعمله، عشان كده ساعات بقول لهم لا العملية دي بالذات لازم أعملها في المكان الفلاني مع التخدير الفلاني مع حفظ. يقول لي طب ما أصل في دكاترة كويسين، أقول له لا أنا عارف، أنا بقول لك إيه، لأن دول هو اللي هيقدر يريحني أنا كجراح لغاية آخر العملية. الناس ما تبقاش واخدة بالها إن ممكن التخدير يبوظ لي أنا العملية. البالانس ما بين ان انا هدي محاليل سوائل قد ايه تحافظ على ضغط العيان بالزبط. في نفس الوقت ما تعملش حمل بالظبط. ودي كتبدو انها حاجه سهله، لكن هي في تنفيذا في منتهى الصعوبه، ومحتاجه اجهزه ومحتاجه خبره كبيره جدا من دكتور التخدير ده. فده جوه التخدير ده نمره واحد. الجزء الثاني الجراح نفسه. الجراح لازم يبقى عنده شويه حاجات. اول حاجه هو هيشيل الورم، لما هيجي يشيل أنا محتاج منه حاجتين في شيله، يشيله بطريقة آمنة ويشيله كاملا صح. كلام يبدو سهل بس هو وراء حاجات كتير قوي. كلمة آمنة ديت يعني هو يقدر يعرف إنه هو يعمل توصيل لوريد البيبي، لو قصه يرجعه تاني، لو الورم ماسك فيه أقدر أقصه. الحالة دي مثلا ده كان ورم في الرأس البنكرياس ماسك في الوريد البيبي، الطريقة هنقص الوريد البيبي بالكامل ونعمل نوصله حتتين في بعض تاني بعد ما كنا قصينا الجزء من الوريد البيبي اللي ماسك في الورم. المشكلة ان عشان كده بقولهم دايما ما حدش يشتغل العملية ديت غير شخص يقدر يتعامل بخبرة كبيرة في الوريد البيبي وفي الشريان. يعني مش ان هو يعرف يوصله بس، لا ده لازم يكون وصلته 200-300 مرة قبل كده، لان انت مطلوب منك في العمليه دي لما توصله ما تاخدش اكتر من 10 دقائق، لان الامعاء مش هتستحمل ان انا قافل الدم عليها فتره طويله. انا محتاج مش ان انا اعرف اوصله بس، لا اعرف اوصله وبسرعه وبطريقه مظبوطه. عشان كده الجراح في الحته دي مهم جدا جدا، حته ان هو هيشيله بصوره امنه، دي الجزء التكنيكال بتاعه. الحاجه الثانيه الورم بيبقى دايما لازق قوي في الوريد والشريان زي ما قلنا، لما اجي اشيله في ناس كتير بيروح خايف من الوريد والشريان يحصل لهم حاجه فيروح قصص الورم من جنبه. الحته اللي بتتساب دي اكتر سبب لارتجاع الورم. عشان كده عشان نشيله ده انا لازم اخد الوريد والشريان واحذفهم شمال خالص بعيد واقص من تحتيهم. مش هتقدر تعمل الحركه دي الا وانت مطمن ان لو حصل مشكله هتعرف تتعامل مع المشكله ديت. فدي الجزء الشيل نفسه المهم قوي. الجزء الثالث الاخير في العمليه هو التوصيلات. التوصيلات زي ما قلنا جزء منها هيعتمد على التخدير، ان هو ريحني ان اداني الامعاء بدايتها زي نهايتها، بدايه العمليه زي نهايه العمليه. السر الثاني اللي هقوله ويمكن دكاتره كتير مش مقتنعين بيه، او يعني في ناس كتير ما تاخدش في دماغها الحته دي، ايه اهم توصيله في العمليه؟ كل الناس عارفه ان اخطر توصيله هي توصيله البنكرياس. الحقيقه لا، انا في رايي ان اخطر توصيله القناه المريه مش البنكرياس، رغم ان الاصعب البنكرياس طبعا، بس هي الفكره لو عيان حصل له تسريب في قناه البنكرياس لوحدها في الغالب هيعدي مش هيحصل حاجه، لكن لو حصل تسريب في قناه البنكرياس وتسريب من القناه المراريه، العصاره الصفراويه لما بتيجي على عصاره البنكرياس بتعمل لها اكتيفيشن، يعني بيحصل تفاعل تنشيطي تنشيط ليها، فساعتها هيروح واكل كل الانسجه ويبوظ كل التوصيل، تحول لميه نار بالظبط، وساعتها مش هتبقى مش هينفع تسيطر عليها. فعشان كده على الرغم ان القناه المراريه قد تبدو توصيله سهله، بس لا دي اكتر توصيل لازم تعملها بحرص شديد جدا، عشان حتى لو حصل لا قدر تسريب في قناه البنكرياس ودي ما حصلهاش حاجه العيان هيعدي، لكن لو اتنين سربوا في الغالب عندنا مش هيعدي. فدي الحاجات التكنيكال اللي احنا او الحاجات الصغيره اللي احنا نهتم بيها قوي في العمليه دي، ودي من ضمن اسرار نجاح العمليه ديت. الملخص اذا هو العمليه كبيره، نتائجها تبقى كويسة جدا إن شاء الله، ولكن عبارة عن سلم لازم تاخده خطوات. لو نطيت سلمتين هتتكعبل وهتكعبل العين معاك، فامشي خطوة خطوة، كل خطوة تاخد حقها لآخرها،
نوصل إن شاء الله للسلام. وإحنا في الحلقة كل خطوة ما قبل العملية قعدنا نتكلم فيها، فأنا اعتقدت إن هي دي تكمل الأسرة في المنطقة دي. لما دخلنا العملية التخدير خد الكلام، فقلت بس هو بقى هو الأسرار في الحتة دي. لما دخلنا في العملية قلت بقى تمام دي بقى الأسرار خلاص وخلصنا. بعد العملية لوحدها أسرار في حتة تانية وكبيرة وكثيرة جدا، فهي عملية الأسرار واضح جدا كلها على بعضها. كالعادة بنستمتع بهذا اللقاء استمتاعا كبيرا جدا على مستوى البطنة كمان، ده مهم جدا. ضيفي العزيز القمة العلمية والجراحية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الغفار كان كعادته مبدعا في واحدة من أرقى حلقاتنا. يبقى أو تبقى أورام البنكرياس منطقة علمية شديدة الوعورة، حذاري أن تمر فيها بدون أن تتعلم كل شيء. هذه all or none rule، لا تقبل إلا الكل، إنك تكون فاهم كل حاجة أو لا شيء على الإطلاق، ما فيهاش منتصف المسافة. هذه ليست منطقة منتصف المسافة على الإطلاق في العلم، لإما أنت كلك فاهم كل حاجة وبتعمل كل حاجة صح 100%، لو 1% غلط هتتقلب الدنيا إلى منطقة مخيفة للغاية لن تسمع فيها إلا عويل الذئاب. لا تاكلك يعني، خليكم مع الناس الحلوة. اهلا بكم، النهارده يوم مهم جدا في عالم تاخر الانجاب. كلمه تقيله، كلمه قاسيه، لكن خليني اقول لكم ان في حاجات كتير الناس بتعملها تاثر على القدره الانجابيه. من ضمنها مثلا اضطرابات النوم، وده حاجه مهمه قوي. الناس ما بتعرفش تنام كويس، وما بتعرفش تنام كويس لعوامل كتيره، اخطرهم واهمهم هو التليفون. التليفون الكارثه اللي بيفيد كل الناس، اللي الناس بتعمله فايبريشن وهي نايمه فتصحيهم، او يعملوه ويسيبوه زي ما هو بيرن فيجي ينام يجي لي تليفون فرد، فاكيد هياثر على قدرتي على النوم واستمراريته، ده خطر جدا. حاجه ثانيه كمان التغذيه، اكل الغلط، التدخين، ده نصيبه سودة. يعني لما تلاقي مكان مثلا ستات قاعدين يشربوا شيشه دي كارثه، ما فيش بعدها كارثه. هؤلاء السيدات او البنات عرضه لتاخر الانجاب والعقم عشان حضرتك بتشربي شيشه. حاجه الغريبه بقى انه كميات القهوه كتير، اضطرابات الوزن، كل ده بيلعب عوامل مهمه جدا. برضو عدم العنايه والنظافه الشخصيه، كل دي عوامل وغيرها كتير. خلي بالكم انه العوامل دي يمكن السيطره عليها. انا ما بقولكش على عوامل صعبه مثلا نقص مخزون المبيض لسبب مجهول او الى اخره، انا بكلمك على عوامل انت تقدري، وانت كرجل كمان، ما هو النوم والتدخين والوزن ده بيأثر على الاثنين والتغذيه. خلي بالكم من صحتكم جدا. النهارده الحوار اسمه تاخر الانجاب، بس المضمون هيكون متشعب ومعقد ومهم جدا. ضيف العزيز القمه العلميه الكبيره اللي بفتخر بوجوده معانا، واكيد اي شيء يعني اكثر فخرا من وجود المركز المصري وضيف العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور احمد ابو السرور، استاذ مساعد امراض النساء والتوليد والحقل المجاري، الاستاذ بكليه الطب والمدير الطبي للمركز المصري لاطفال الانابيب، وزميل جامعه مونبلييه الفرنسيه، وزميل وعضو الجمعيه الاوروبيه لاطفال الانابيب والجمعيه الامريكيه للحقل المجاري واطفال الانابيب. اهلا بيك يا دكتور احمد. دكتور ايمن ازي حضرتك؟ منورنا، بنتشرف نكون مع حضرتك دايما. كل سنه وحضرتك طيب. متى نقول ان هناك تاخر انابيب، تاخر انجاب؟ احنا بنقول تاخر انجاب لو حصل علاقه زوجيه بطريقه منتظمه لمده سنه ونص وما تاكش عنها انجاب، يعني في الحاله دي بيعتبر تاخر انجاب من سنه ونص لسنتين الحقيقه من العلاقه الزوجيه المنتظمه.
فسنة ونص لسنتين من العلاقة الزوجية المنتظمة وعدم حدوث حمل يعني. وقتها بيعتبر تأخر إنجاب فيبتدي يستدعي التدخل الطبي. من كتر الأنابيب فالوبي يعني ما أثر على دماغي وإحنا بنتكلم وواحدة من الأسباب المهمة اللي بتلعب دور فقلت تأخر الأنابيب هي تأخر الإنجاب. هل يحدث ضرر على السيدة أيا كان هذا الضرر عايزين نفهمه عندما يكون هناك تأخر إنجاب؟ لا هو ده ما بيضرش السيدة في حاجة الحقيقة يعني تأخر الإنجاب لا ما بيضرش في أي حاجة تمام. بس طبعا يعني ما بنحبش إن هي تتأخر في الإنجاب لفترة طويلة قوي برضه لأن الستات بعد ما يكبروا في السن يعني فوق سن 38 و40 سنة التأخر في الإنجاب ممكن ما يحصلش إنجاب خالص. فطبعا كل ما نحس إن الإنجاب اتأخر أو عدينا الفترة اللي هي متعرف عليها لا لازم نبتدي ندور على إيه الأسباب ونبتدي نعالجها عشان يبقى في فرصة ووقت كافي إن احنا نقدر نعالج ده. أنا قلت بعض الأسباب لتأخر الإنجاب أو يعني الحاجات اللي هي اللي أنا شايفها كوارث مجتمعية أكل والتغذية التدخين مخدرات إيه الأسباب التانية؟ بص هو 40% من الأسباب جاية من عند الراجل يعني 40% من العقم سببه بيكون نقص أو ضعف في الحالات المنوية أو حركة الحالات المنوية و40% من الستات هم بيكونوا السبب في عدم حدوث الحمل. عدم حدوث الحمل ده في صورة لخبطة في التبويض أو مشاكل في المبيض أو مشاكل في قنوات فالوب أو مشاكل في الرحم. وال20% الفاضيين دول بيكونوا حاجة اسمها عدم حدوث حمل غير معروف سببه. يعني واحدة من كل 5 ستات ربنا ما كرمهاش هي وجوزها الاتنين كويسين ما فيهمش حاجة. ف 40% من الأسباب جاية من الراجل و40% جاية من الست و20% عدم حدوث حمل غير معروف سببه. طبعا بجانب الحاجات اللي حضرتك قلتها دي كلها عوامل بتساعد فعلا. طبعا زي ما حضرتك قلت الشيشة ده كارثة علينا يعني. أنا كنت معزوم في السحور في رمضان لقيت مكان كل البنات فيه بيشربوا شيشه. طبعا حاجه يعني كلهم 90% من البنات الموجودين بيشربوا شيشه بتدمر صحتها وبتدمر مبيضها. انا اساسا بطلت ادخل الاماكن دي غير بالصدفه. فقعدت يومين حاسس بتاثير الشيشه دي لغايه لما رجعت لعبت ماتش كوره طلعت السموم سموم تدخل جسم الانسان. عايز يعني اروح بقى للنسبه اللي بتعاني من تاخر الانجاب موجوده بنسبه قد ايه؟ هو عدم الناس اللي بتعاني من تاخر الانجاب او العقم زي ما بنقول بيكون تقريبا 10 ل 15% من الناس. يعني 10 ل 15% يعني واحده من كل 10 ستات بتعاني من تاخر انجاب. كلمه مهمه برضو تاخر انجاب غير مفسر السبب. الكلمه دي تلخبط. ايه دي بقى؟ طبعا هي تلخبط لان في حاجات ما بتبانش غير اثناء الحقن المجهري. حاجات زي ايه؟ يعني نوعيه البويضه اخبارها ايه؟ دي حاجه ما تبانش غير اثناء الست بتعمل حقن مجهري. انما عن طريق الفحوصات الثانيه زي السونار وتحاليل الدم والحاجات دي عمرها ما تبين جوده البويضه شكلها عامل ازاي. الحاجه الثانيه اللي هي قدره الحمل المنوي ان هو يخترق البويضه دي حاجه برده ما تبانش غير اثناء الحقن المجهري. فعدم حدوث حمل غير معروف سببه بيبقى حاجات اسباب زي دي ما تبانش غير اثناء الحقن المجهري اللي هو يعني قدره البويضه او نوعيه البويضه وجودتها وقدره الحمل المنوي ان هو يخترق البويضه بنسبه قد ايه. بترسموا ازاي الخريطه العلاجيه بقى؟ بصوا طبعا يعتمد ايه السبب. يعني لو في ضعف في الحملات المنويه ممكن من الاول ان احنا نحتاج حقن مجهري او ان الراجل ياخد علاج من 3 ل 6 شهور على امل الدنيا تتحسن. اتحسنت كان بها، ما اتحسنتش نرجع للحقن المجهري. ال 40% التانيين اللي هو السبب بيكون في المريضه نفسها في الست. لو في ضعف تبويض ممكن نعمل حاجه من الاثنين. الحاجه الاولانيه نعمل حاجه اسمها تثقيب للمبيض في حاله حدوث تكيس على المبايض او ان احنا نعمل حاجه او ندي ادويه تنشط التبويض. لو في مشاكل في الانابيب يا اما احنا نعمل منظار بطن او ان احنا نعمل حقن مجهري. لو في مشاكل في الرحم بنزلها. مشاكل زي ايه؟ زي حاجز رحمي، زوايد جوه الرحم او رمل فيه. لو ما فيش حاجه من الحاجات دي واحنا في 20% من الاخرين اللي هم ما عندهمش حاجه، الحل حاجه من 4. الحل الاولاني ممكن نستنى شويه، يعني لو عدى سنتين ممكن في السنه الثالثه ربنا يكرم من غير حاجه، فده الحل الاولاني. الحل الثاني نعمل حاجه اسمها تلقيح صناعي. تلقيح صناعي ده يعني باختصار ان احنا ندي المريضه ادويه بسيطه تنشط التبويض لحد البويضه لما بتكبر. بناخد الحالات المنويه بتاعت الزوج نركزها وننشطها وعن طريق اثار رفيعه نحقنها جوه الرحم. لما بنعمل الموضوع ده نسبه نجاحه في كل دوره بتعملها بتبقى تقريبا 10 ل 15%. وعلشان ناخد الاستفاده القصوى منه بننصح الناس ان هم يعملوه 3 مرات على 6 شهور. الحاجه الثالثه اللي احنا ممكن نعملها اللي هو الحقن المجهري او اطفال الانابيب اللي هي نسبه نجاحها 45% لو الست عمرها صغير. والحاجه الرابعه والاخيره نعمل منظار بطن، ان في ساعات حاجات ما تبانش غير عن طريق منظار البطن اشهرهم هجره بطنه الرحم. فإما إن احنا نستنى شوية أو نعمل تلقيح صناعي نسبة نجاحه 10-15% أو نعمل حقن مجهري نسبة نجاح 45%
او نعمل منظار بطن على امل ان هنلاقي فيها حاجه معطله ان يحصل حمل طبيعي. المنظار البطن بيخدم في ايه تاني غير الحقن المجهري؟ بيخدم في حاجات كتيره، يعني منظار البطن ممكن حاجه تعالج بيه الانابيب، يعني الانبوبه لو حواليها التصاقات ممكن تشيلها، لو انبوبه فيها التهاب مزمن لا ممكن تفصل الانبوبه عن طريق منظار البطن، لو في كيس موجود على المبيض ممكن تشيله عن طريق منظار البطن، لو عندنا حدوث حمل غير معروف سببه ممكن يبقى منظار تشخيصي، يعني ممكن نخش ونلاقي حاجه اسمها هجره بطانه الرحم فبالتالي نعالجها، يبقى اسمه تشخيصي وعلاجي في نفس الوقت. فيا اما هو منظار تشخيصي تشخيص حاجات ما كانتش باينه في طرق الفحص الاخرى اللي هي تندرج تحت عدم حدوث حمل غير معروف سببه، او منظار علاجي لعلاج الانابيب او شيل اكياس من العميبيض او فصل الانابيب او علاج حمل خارج الرحم. وطبعا ليه دور مهم، ان في ساعات ناس كتير بتغفل دور المنظار. لا طبعا المنظار جزء مكمل جدا للحقن المجهري. المنظار البطني والمنظار الرحمي الاثنين مهمين. يعني منظار البطن احنا بنخش بكاميرا جوه تجويف البطن عشان نشوف الحوض اخباره ايه والرحم والانابيب. بينما منظار الرحم لا ده حاجه ثانيه خالص، عن طريق كاميرا رفيعه بنخش جوه تجويف الرحم عشان نشيل مشاكل موجوده جوه الرحم. مشاكل زي ايه؟ حاجز رحمي او زوايد رحميه او ورم ليفي موجود في تجويف الرحم. كيف ده حاجه وده حاجه ثانيه، بس برضه الاثنين مكملين لبعض، يعني منظار الرحم ومنظار البطن برضه يعني وجهين لعمله واحده. يعني الست ما تقولش مثلا تقول لها انا هعمل لك منظار رحم تقول لك ما انا عملت منظار بطن، ده بالظبط كده لا ده حاجه ثانيه. لا ده حاجه ثانيه خالص، حاجه ثانيه خالص والعكس برضه. طبعا. ايه الحاجات اللي حضرتك شايفها انها اخطاء لازم تتغير في دماغ الناس تجاه تاخر الانجاب؟ بص الحاجه اللي انا بنصح بيها دايما الناس وبنصح بيها دايما الامهات والبنات اللي لسه متجوزين والازواج اللي دايما يصبروا، اللي بيحصل ايه؟ الست بتتجوز شهر جات لها البيبي تبتدي تعيط، والشهر الثاني مامتها وحماتها بيضغطوا عليها بيسالوها حصل حمل ما حصلش حمل، طبعا ده بيمثل ضغط نفسي عالي جدا، فبتخلي الناس يعكوا نفسهم، يعني يبتدوا يعملوا حاجات هم اصلا مش محتاجينها، بتزود عبء نفسي وعبء مادي، بينما هم لو استنوا من غير ما يروحوا الدكاتره ولا اي حاجه هيحصل حمل في البيت من غير حاجه. فدايما نصيحتي للناس استنوا شويه، يعني مفيش داعي ان احنا نستعجل ونعمل حاجات ونعك على نفسنا. وحضرتك عارف بالذات الضغط بتاع الاهالي، يعني حضرتك بتشوف ناس كتير قوي متجوزين مثلا بقى لهم ست شهور جايين يكشفوا في عياده حقن مجهري هم ما عندهمش حاجه. ايه اللي جاب حضرتك؟ لا اصل انا مامتي وحماتي كل يوم بيسالوني وانت مقصره في حق نفسك وانت لازم تروحي. لا فيعني نسيب لنفسنا فرصه، لان كتير قوي ناس هيحصل لها حمل طبيعي من غير حاجه من غير اصلا تدخل طبي. تمام. فمفيش داعي احنا نعك نفسنا في حاجات احنا مش محتاجينها. ارجوكم ارجوكم بلاش ندخل نفسنا في مشاكل، اصل كلمه يورط نفسه في مشاكل ان هو يجري لغير متخصص مثلا او يجري كدا. بشكل فيه اجريشن سليمه ما فيهاش حاجه تطلع بمشكله كبيره، تطلع بمشكله تعمل منظار يقول لا اعمل لي منظار، طب ما انا اعمل او هي تضغط على حد ما يكونش مؤهل للمناظير تقول له ما تعمل لي منظار ما انا بسمع، تطلع بالتصاقات بدل ما هي داخله من غير التصاقات تطلع بالتصاقات تطلع بفيستولا في حته تطلع بمشكله صحيه ثانيه خالص. فارجوكم ما نتصرفش الا في حدود الصح واللي احنا قلناه. تعالوا نشوف المحطات الثلاثة بقى، الأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ في الأبيض والأسود والرمادي عندنا يعني قصة برضو مهمة جدا جدا جدا. فنبدأ الكلام الأول بيحدث الحمل في معظم الحالات خلال مدة تتراوح، معظم الحالات تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة بعد المد في محاولات الحمل من قبل الزوجين. المعنى ده بالبلدي ان الناس كلها معتقدة انه هتبدأ الست والراجل حياتهم الزوجية يعني الدخلة بعدها 6 شهور وسنة المفروض بقى يبقى فيه حمل. الكلام ده صح ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ بس هو رمادي شوية لان حضرتك عارف هو 6 شهور لسنة فترة صغيرة شوية، يعني لو نزودهم شوية نقول سنة ونص لسنتين يبقى ابيض. طبعا من علاقة زوجية منتظمة برضه، فسنة ونص لسنتين من العلاقة الزوجية المنتظمة ويحصل حمل، لو ما حصلش يعتبر عقم يبتدي يستدعي تدخل طبي. يعني في ناس بيبقى متجوزة مثلا جوزها بيشتغل في مكان تاني بالظبط كده فبيجي مثلا يومين في الشهر مثلا كتير يعني فما يصادفش الطبيب بتاعها بيشتغل في مدينة تانية يصادف بقى ان كل ما مرة بيجي فيها بعيد عن ايام الطبيب بالظبط كده ما اقدرش اقول ده عقم يعني ده عشان مهم. تبقى بيضة محتاجين ان احنا نقول من سنة ونص لسنتين من العلاقة الزوجية المنتظمة طيب نشوف المحطة التانية، جاني متهم ام بريء؟ ده سؤال مهم، ده اللي جاي ده سؤال مهم جدا في المتهم والجاني والبريء، لان ده معتقد مشهور. الزوج اللي ما بيعترفش مش باهميته بدوره لما يقولوا له روح اعمل تحاليل مفيش في علاج تاخر الانجاب، اعتقادا منه بقى ان السبب
هو الزوجة وده في الابتدائيات المصرية يعني في, في الأفلام بتاع زمان الزوجة الثانية هي هو كان بيتهم العمدة فيلم بتاع شدر السمك أحمد زكي كان بيتهم نبيل عبيد زوجته قال لها وأنا مش أنا الراجل ولا إيه أنا اللي أعرفه مفيش إنجاب الست تروح وهي كمان ردت غلط قالت له لا أنا خلفت قبل كده فالزوج على فكرة مش فاهم ما بيفهمش الكلام لا طبعا هو يعني 40% من الأوقات الزوج هو السبب تمام فطبعا ده متهم جدا تمام يعني 40% من الأوقات الزوج بيكون هو السبب بالعكس ده لما يحصل تأخر إنجاب أول حاجة بتتعمل تحليل سائل مني للزوج قبل ما نعمل اي حاجه تمام لان 40% من الاسباب يكون سبب الزوج لو التحليل فيه مشكله ممكن يحطنا في سكه او يحطنا في سكه تانية خالص يا اما من الاول نلجا للحقن المجهري او نبتدي نعمل فحوصات تانية للزوجه فطبعا ده متهم جدا يعني تمام لان اول حاجه نعملها في تاخر الانجاب هو تحليل سائل المنع كم في الميه حضرتك اكيد انتوا بتعملوا ستاتكس معينه تقولوا فيها كم في الميه من الحالات بتلاقي ان الزوج كان متردد في انه يجي لا كتير متعاون لا كتير قوي كتير جدا جاي غصب عنه حتى لو هو السبب بيقول لها انت سبب فعلا هو حتى لو هو السبب بيقول انت سبب انا عملنا اجنة كويسه في الحقن المجهري بس الاجنة ما مسكتش فيك يبقى المشكله عندك بينما هو جايين عشان المشكله عنده هو وهي يعني المفروض الاثنين يتحملوا بعض يعني طبعا المفروض بس يتحملوا بعض نشوف المحطه الثالثه وشك ام يقين بعض انواع تاخر الانجاب لا يمكن الوقايه منها لا خلينا كمان لا يمكن علاجها يعني untreated او يقين 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 طبعا في انواع من الحاجات ما فيش حل يعني هك عارف مثلا ست ما عندهاش مخزون بويضات خالص خلاص للاسف ما لهاش حل ما لهاش حل ما لهاش وقتها هي يعني. بالظبط كده او زوج ما عندوش حاجات منويه خالص والخصيه ما فيهاش حاجات منويه للأسف دي أسباب يعني بتوجع قلبنا والله بس للأسف حاجات ما لهاش علاج دول اللي ممكن يقعوا براثن للنصابين طبعا بيخشوا يعني ناس بتقولها تعملي خلايا جذعية وناخد عينة من ظهرك وحاجات كده وطبعا يا حرام الناس بيكونوا يعني خلاص حضرتك عارف منهكين ماديا ويعني الناس دي بتتشلع من أي أمل يعني لو جت مثلا عينة لحضرتك وحضرتك قلت لها مش هينفع لك حاجة وحد تاني قال لحضرتك لا احنا ممكن ندفع مثلا كذا ونعمل كذا كده كده ما بتحملش فتمام يعني بس الافلام في سرعه العار العار طبعا العار في التعامل مع مشكله خاصه بتاخر الانجاب العار طبعا ان احنا زي ما قلت برضو يعني ان احنا نتهم بعضنا يعني ضعار طبعا هيك عارف لما تيجي مثلا زوجه وفكره برضو الاثنين الزوج والزوجه فيهم الحكايه دي لو هما الاثنين جايين مثلا عشان الزوج فيه مشكله ساعات بتلاقي الزوجه بتسيء معامله زوجها ده غلط يعني. طبعا غلط تمام او الزوج بيسيء معامله مراته عشان هي المشكله منها اعتقد ان يعني في سنه 2020 ده يبقى عار يعني احنا في الاخر جايين حك عارف يعني ايا كان السبب الزوج او زوجه فالتاني محتاج برضو اللي هو المسانده المعنويه يعني سايكولوجيكال سبورت 2022 ينفع ان الست والراجل يقعدوا يتكلموا يتخانقوا قدام الدكتور حتى ما يتخانقوا المنسي العاره هو خلاص المنسي بقى المنسي في تاخر الانجاب المنسي في تاخر الانجاب سؤال صعب ده يعني هل هناك شيء انت يعني بتلاقي انه كتير من المراكز بتنساه في التعامل مع تاخر الانجاب سواء في الفحوصات مثلا في الانفستيجيشن بص هو المنسي شويه المنظار الحقيقه لان في ناس كتير قوي بتغفل اهميه المنظار كجزء مكمل لعلاج تاخر الانجاب بينما لا طبعا هو ليه دور وهيفضل ليه دور لان في ناس كتير مش بتتقن تعمله تمام فناس بتتعداه خالص لا هو هيفضل ليه دور تمام طبعا دوره تقلص بعد وجود الحقن المجهري ده اكيد بس برضه هو حاجه ستيل مهمه وستيل الناس اللي بتعمل الحقن المجهري لازم تكون تريند او متدربه على النوع ده من الانترفنشنز يعني من المناظير نورت وشرفت وابدعت كالعاده ميرسي يا دكتور ايمن ومنسعد بوجودنا مع حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب ونشوفك على خير قريب ان شاء الله ربنا يخليك ضيفي العزيز القمه الاكاديميه والعلميه الكبيره الاستاذ الدكتور احمد ابو السرور استاذ مساعد امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجهري الاستاذ بكليه الطب المدير الطبي للمركز المصري لاطفال الانابيب بالمؤسسه العريقه وزميل جامعه مونبلي الفرنسيه كان ضيفي في الناس الحلوه خليكم مع الناس الحلوه We'll be right back.
الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. أهلا بكم. قيمة عالم تجميل الأسنان اتبنت على أنه الأجيال للأسف الحديثة وحتى برضو الناس زمان كان عندهم آفة للأسف اسمها التنمر. ناس سنانها مش حلوة فتلاقي صحابها يبدأوا يسخروا من سنانها. ضيفتي العزيزة واحدة من نجوم عالم تجميل الأسنان، بسعد جدا بزيارتها الجميلة الممتعة وحوارها الذي سأستمتع به كما ستستمتعون به جدا جدا من خلال دفتر أحوال في داخل عيادات ضيفتي العزيزة الأستاذ الدكتورة إسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب قصر عيني، صاحب الماجستير جراحات الوجه والفك والفكين بكلية طب قصر عيني، وماجستير جراحات الفم والأسنان، والحاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان من جامعة سيفيا، والاسم القدير والمتميز. أهلا بك. اهلا بيك يا دكتور ايمن، ميرسي والله. يعني انت منورينا. ايش يا كده اول تاتش وود؟ استنى بقى، نحن ماسك الخشب، مفيش خشب في الاستوديو، لا في اهو. ربنا يخليك، ربنا يخليك من زوجك كالعاده الشياكه. يعني ربنا يخليك. انا عايز ابدا بحاجه معلش نفسيه انسانيه. انت اكيد بيجيلك البنات اللي بتعيط عشان تجميل الاسنان. طبعا طبعا. تجميل الاسنان دوت اول خطأ، زي ما بيتقال كده الفيرست امبريشن. انت لما بتشوف حد من اول لحظه سنانه شكلها جميل، هو بيلفت نظرك وبتلاقي نفسك ان انت حابب تتكلم معاه، وان انت فعلا بتبقى بتوقره او بتديله احساس او بتحس ان هو حد جميل. ولما بتكون السنان مش موجوده او فيها نقط سوداء او مكسره او انت بتحس ان هو، شفت جاكلين حاجه صعبه؟ جاكلين دي عمليه، انا عايز اقول لك سهله جدا. مش كده؟ هي سهله جدا. انا عارف انت تقولي كده، هي سهله لان هي اساسا واضحه. يعني هي ما فيهاش اي، ما فيهاش، كل ما الحاله ادتك شكل اوحش كل ما تعرف. انا خايف الخطه العلاجيه واضحه، انت تيجي مكاني بعد كده. لا لا انا خطر عليكم. يعني دي عايز اقول لك دي عمليه خالص. مش يعني طبعا اللي عمل العمليه تسلم ايده اكيد، بس هي من الحالات الجميله والسهله ونتائجها مبهره. بس المشكله كلها بقى ان الشخص المريض دوت او اللي عنده مشكله يخطو هذه الخطوه. ما حدش بقى يقعد يقوله خلاص ودي يعني خلقت ربنا هنعمل ايه، واللي فات مش قد اللي جاي، والكلام النيجاتيف دوت كله، ويخلوها انها تكمل حياتها كلها وهي مكسوره او مش قادره تواجه الناس، مش قادره تتكلم. ده حاجه مش جميله خالص. طيب اشرحي لنا رايك في ترم هوليود سمايل. طيب يعني ايه هوليود سمايل؟ يعني الابتسامه بتاعه نجوم هوليود او الريد كاربت. ليه؟ لان هم كلهم بيبقوا حلوين قوي قوي قوي، فبتلاقي ان هو كلهم سنهم حلوه قوي مرصوصه وجميله كل حاجه. والله يعني انا عايز اقول لك بقى ان اللبنانيين في التمثيليات اللبنانيه اللي موجوده دلوقتي حلوين قوي برضو. ما بقتش ابتسامته يبقى ابتسام التمثيليات التركي. طب انا هقول لك على حاجه، اجمل ستات في مش بتكلم، انا ما بهزرش والله ولا بجامل، بس اجمل ستات بشوفهم الست المصريه. الست المصريه حاجه تانية. طب انت شفت التمثيليات التركي واللبناني ده؟ لا 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 دول دول انا بقول لك هو بص حلاوه. ما هقول لك على حاجه، لا ينافس المصريه الا اللبناني، ده حقيقه في الجمال. يعني اللي انت شايفه المصريه واللبنانيه الاثنين لا هما مختلفين، كل واحد جماله مختلف عن الثاني. وعلى فكره برضو بس اللي بينافسهم جامد عارفه السعوديات، اسنانهم حلوه جدا. يعني السعوديات والاماراتيات والخليج يعني والكويت بينافسيهم جامد. وعلى فكره الليبيين والجزائريين داخلين منافسه بشكل كبير جدا، التوانسه والمغاربه والسودان. كلهم حلوين بس ابتسامة والله هوليود. الوطن العربي كله ستاته حلوة. أنا بكلمك جد، العرب الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، من المغرب إلى الإمارات، ستاته أحلى بكتير من الغربية. الحمد لله. أنا في رأيي يعني الحمد لله. بس الناس كلها دايما يعني مشدودة ناحية هوليود، فابتسامة هوليود هي ابتسامة الفنانين اللي بتمشي على الريد كاربت،
ايه كلمه ابتسامه هوليود دي؟ مش معنى كده ان انا اركب فينيرز ولا ان انا اعمل تبييض او 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 لا. ده ممكن واحد يكون عنده تقويم للاسنان واسنان راكبه على بعضها، مجرد ان انت تفردهم ابتسامته بقت رائعه، خلاص هي كده، هي كده بقت ابتسامه هوليود، يعني سنانه مثاليه. يعني دي كلمه كده مرادفه لابتسامه جميله مثاليه. ممكن يكون حد عنده تصبغ في اللثه وفي نقط بني او زي جزر كده رمادي شكلها مش جميل، مجرد ان هو شيلها بالليزر في 5 دقائق ابتسامته بقت رائعه. فمش يعني هي مش متلازمه، ابتسامته مش متلازمه للفينيرز، مش متلازمه للتبييض، لا، اي حاجه خلتك تبتسم بثقه وشكل سنانك جميل وبيلمع وراقي، هي كده خلاص يبقى انت عملت ابتسامه هوليود. وهي على فكره موضوع مش صعب، بس ما ينفعش انت تشخص انت عايز تعمل ايه. الصح بتروح لحد ثقه، الحد دوت بيقولك انت محتاج تعمل كذا عشان توصل لكذا، هي ديت هو ده الصح. انا شايف ان في بعبع بتاعكو او بيضايقكو قوي اللي هو الوقت ده، لانه انت عارفه الوقت ده يعني قد المريض يعني يقولك ايه، معلش انا محدد هسافر عندي شغل ده. وفي ناس بتبقى مضطره فعلا. بص، هو عاده الناس اللي بيجوا لي انا بيبقوا مستعجلين جدا كلكم، وعاده بيكونوا حاجزين طياره اول امبارح، يعني عارف اللي هو طب انا طب خلاص خلصنا باي باي كده. هو الناس بتخلي الطب دايما اخر حاجه في مش عارفه ليه، بس يعني بحس ان انا ك يعني ك انا كشغلي انا كاسراء انا ما بحبش فكره الاستعجال المبالغ فيه. او ممكن اطلع لك شغلك بسرعه جدا، بس جربه، شوف ايه اللي مضايقك، حابب تعدل في حاجه. اصل الفينيشنج دوت، يعني انا دايما بعتقد ان الشطاره في الفينيشنج مش في الشغل، يعني لازم تفنش احسن حاجه. فليه احنا ما تزودش يوم ولا اتنين تبص تعلق تنبسط اكتر بكذا؟ ليه كله جري 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 جري؟ ده في حد عدى عليا وهو في الطياره رايح على الطياره يعني، وشايل شنطته في ايده، اخد السنانه هركبها هناك. طب ايه ده؟ طب ليه اديني ربع ساعه من وقتك بس، انا عايز احط السنان في بقك، مش هتستفيد منها حاجه. مش بحب والله الموضوع دوت، بس انا كتكنولوجي الحمد لله من فضل الله كله موجود. بس انا بقول كاتقان زياده ما ينفعش السرعه دي. التجميل حاجة غالية وحاجة جميلة، ينفع تروح تستلم عربية من الأجنس وجايب عربية أحدث موديل وجايب تقول والله ما عنديش وقت إن أنا أجربها ولا أركبها بعتها لي على البيت؟ لا، يعني لازم الواحد يبقى عنده إيه، أنت عايز تعمل حاجة راقية جدا وغالية جدا، لازم على الأقل تجربها عليك. أنت ممكن تبقى شايف بدلة جميلة جدا في الفاترينة في محل تحطها عليك مش حلوة، أو محتاجة أديشن يتعمل يطلعها حلوة، أنا بقى عايز أعمل الأديشن ده. ففكرة الاستعجال الشديد أنا مش بحبها، بس بنضطر نعملها. دي بنوتة جميلة جدا، هي من السودان، عشان احنا كنا لسه بنقول السودانيين حلوين، سنانهم جميلة، أجمل الشعوب السودانيين، بحبهم قوي. هي بقى اللي مضايقها الخرم اللي في خط النص ده، هو فعلا شكله مش جميل. لا، الخرم مش الفل السعر، لا ده تسوس اسود واكل السنتين على فكرة، يعني دوت مش على قد دوت، بس مضايقه جدا. العتب على النظر. لا ما تقولش كده. لا مسافه بعيده. لا فعلا مش عايز اقول لك ان الخط الاسود دوت مضايقها جدا. تخيل احنا خلصنا كمان دوت في اقل من 48 ساعه، اقل. وطبعا الحاجات البني اللي فوق الكراونز ديت مش عيب كراون، ده دوت ده البيجمنتيشنز اللي موجوده في اللثه اللي هي التلون نتيجه انها سودانيه. بيبقى في تجمع ميلان بالظبط، يعني ده مش عيب في الكراونز. لا يعني ده ريسيا بالظبط. فطبعا دوت فرق. بص السنان والله سبحان الله، الله اكبر، كانها فعلا لولي، يعني انت حاطط الماس، حاجه جميله، وتجرب وتاكل بيها وتقطم وتحس ان الدنيا حلوه. طب محتاجه ايه؟ مش محتاجه الحاجه كده، عارف تفرح بيها. لكن لما تجيب حاجه غاليه وتحطها في الدولاب ما لبستهاش، طب يعني فين السعاده في الموضوع؟ طيب عندي قضيه بقى مهمه قوي. لما التكنولوجيا دخلت في عالم تجميل الاسنان، هللتم جميعا يا معشر اطباء الاسنان أوكي. وساعدتم وقلتم هذه الاجهزه و الى اخره، حلو كده؟ هللنا فعلا، هللته. ثم بعد ذلك سمعت منكم عبارات انتقاد لازعة تجاه التكنولوجيا، وقلتم جملة مشهورة: التكنولوجيا مش هي القائد، احنا القائد، وكأنكم غيورين من هذه التكنولوجيا. هل كانت غيرة ام فعلا واقع ان التكنولوجيا ما تتكوش
نهاية الإحساس البشري، وكان لازم يبقى فيه تاتش بشري فوق التكنولوجيا. حلو الكلام ده؟ حلو جميل وعميق. عميق جدا، أنا عميق. أنا في تعبيراتي يعني أنا حاسة مركزة، أنا خايفة يعني أنا الموضوع كبير كبير يعني. بص هقولك على حاجة، أنا مش أنا بكلم عن نفسي، أنا هللنا في الأول وما زلنا بنهلل على فكرة كل لا أنا والله مبسوطة. أيوة أوكي يعني أنا مش زعلانة بس كل حاجة ليها تكة. أيوة إحنا هنفترض إن حضرتك عندك عربية، تمام؟ حضرتك ما بتعرفش تسوق، التكنولوجيا دي هتعمل معاك إيه؟ ولا لا هتدخل في أقرب حيطة. ياما هي دي يا بوز، هتدخل في الحيطة كده على طول. ياما يا باشا لو انت مش عارف التكنولوجي بتاع العربيه بتتساق ازاي وبتدوس بنزين منين والدنيا دي ماشيه ازاي، طب ما انت لازم تعمل مشكله طبعا. القصه مش في التكنولوجي، القصه في اللي فاهم التكنولوجي. هو المكن اللي عندنا ده على فكره احنا بنقعد ناخد كورسات عشان نتدرب عليه، يعني المكنه دي مش اون واوف بتدوس على زر طلع لي طربوش تقوم مطلعها، ده انت عندك شويه كاركترايزيشن بتعملها في الاسنان وشويه اختيارات، وتقعد تركب البق على بعضه وتحط الوش وتحط البتاع عشان تشوف في الاخر المنظر بقى ايه، وهو بيضحك وهو قافل وهو فاتح، وهو موضوع مش سهل ابدا. ده دايما السنان الاماميه هي اكتر وقت في الديزاين، اكتر اطول وقت في التصميم. انت في التصميم الديزاين انت ممكن تقعد مثلا تصمم 6 سنان اماميه، ممكن تقعد فيهم 3 ساعات علشان انت بتظبط كميه تفاصيل، ومن الجنب شكلها ايه، ولو رفعت بقها شكلها ايه، ومن من قدام ازاي، ومن بتظبط كميه حاجات علشان توصل المحصله زيرو، تتعب خالص. فالقصه كلها انت متدرب على كده ولا لا. هو القصه هو على فكره مش كتيب بتاخده مع الجهاز يقول لك والله ادوس على هذا الزرار يطلع لك الطربوش بالمواصفات، مش حاسس معاك كده. فلازم تبقى هتعرف تسوق عشان لما تجيب مكنه او لما تجيب عربيه فيها تكنولوجي عالي تستفيد بيه، لان انت تشترك مثلا تستفيد بيه. طبعا طبعا. ولازم تبقى فاهم كمان مين بيديك اوبشن ايه، دي حاجه مثلا المريض ما يعرفهاش. يعني في ناس عندها السارك او عندها البرودكتس الالماني اللي هي اغلى اجهزه كات كام في العالم. في زيها على فكره طالع كوري، وفي كذا منتج تاني شبيه. الله. طبعا الله. طب ده بيديك ايه وده بيديك ايه؟ يعني اكتر صيحه دلوقتي طالعه ان انت عندك الاكوزيشن ماشين او الكات كام موبايل، يعني محموله بتاع صغير قد الكف كده. طيب هل انت مذاكر المفروض يديني الثري دي شكله ايه علشان انا اخد الفاينل شكله ايه، اوحش ريزوليوشن؟ زي ما بتجيب موبايل بتدور فيه ايه، مش بتدور على البرايتنس والريزوليوشن والميموري وي الكلام ده كله مش موجود. رغم انه بورتابل فانت خدت ميزه انت اول ما تسمعها الله ايه الجمال ده، لا خالص هي شالت مني اوبشنز هتهم العيان جدا جدا. لازم ابقى شايفه كويس عشان اعرف اصمم كويس. فالموضوع مش بالبساطه للناس فهمانه، الناس فهماه. فانا شايفه ان التكنولوجي حاجه عظيمه جدا وجميله جدا، بس لازم تعرف تسوق بس. طيب قضيه بقى مهمه، مريض اللي داخل يعمل تجميل لما تقول له اعمل تعالى نعمل اشعه مقطعيه، بصي مهما قلت لك من انه يكون مثقف، هو في حاجه كده معينه مثلا ايه راكبه في دماغه، وده على فكره بسبب انه بيتفرج على حلقات لينا ويسيب حلقات، يعني مثلا يتفرج على الزراعه عليك، فتتكلمي انت على قمه الاشعه المقطعيه في الزراعه، فيتبسط قوي وخلاص حفظ، اتفرج على حلقه الزراعه وتمام قفل تلفزيون، جالك تجميل فتقول نعمل اشعه مقطعيه، يقول لك الاشعه المقطعيه ديت عشان لو انا هزرع، لكن انا جاي الاسنان اهي انت هتحطي لي عليها كراونز او هتحطي لي عليها بنيله، تعملي اشعه مقطعيه ليه؟ عيب عليك. بص مبسوطه بيك والله. بس عندنا اكتر مشكله في الاشعه. اول مشكله ان الـ 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 الناس الدكاتره الجميله بتبقى عايزه تسهل على المريض، فبتحاول انها تبسط له فتقول له بانوراما بتقرا كل حاجه، دي 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 فيري بيج ميستيك. لا، لو كانت البانوراما بتقرا كل حاجه ما كانش اخترعوا السي تي، وما كانوش اخترعوا حاجات تانية كتير جدا بتساعد في التشخيص. ده كلام مش صح ومش دقيق. هو صح بس مش دقيق. يعني هي مش هتقرا اعماق، مش هتديك العمق الثالث، انت كده بتقرا حاجه سطحيه. تمام. تاني مشكله بتقابلني انا او بتقابل دكاتره الاسنان عموما، هي ان المريض بيجيب اشعه من مركز اخر
الأشعة ديت يا ما بتفتحش يا إما بتديك الأشعة فوتو. فوتو يعني إيه؟ يعني صورة. أنا عشان أقرأ لازم أمسك الماوس بتاعي وأقعد أقلب وأشوف السنة من هنا ومن هنا وأقلب في العظم وأشقلب الفك وأجيب الجمجمة كده وأشوف أنا أبعادي إيه. دي ما بتقراش أبعاد، فوتو. يحصل مشكلة كبيرة إن دايماً العيان يقول طب ما خلاص ما هي فتحت هي الأشعة، اقري الأشعة كده، والله ما جايب أبعاد. ده يعني مشكلة إن البانوراما بتحل كل المشاكل. مشكلة إن السي دي ما بيفتحش أو فاتح كفوتو، العيان مش بيقدر حاجة زي كده. أنا أكيد مش بمزاجي إن أنا أقول لك اعمل أشعة تانية، بس أنا لو قلت كلمة أنا مسؤولة عنها، فلا يمكن هاخد حاجة غلط وأنا أبقى مسؤولة عن النتيجة وبقرف حاجة غلط. تالت حاجة الأشعة المقطعية يا جماعة، حتى لو ما عندكش حاجة وعملتها أنت المستفيد. أكم من حالات بتيجي عندها حاجة أعمل أشعة أتفاجأ بحاجة تانية خالص، وما أكثر الأكياس الدهنية اللي موجودة في الأسنان الأمامية سواء علوية أو سفلية. دي ناتجة عن إيه؟ وهو صغير من 30 سنة كان خبط في سن الترابيزة ووقع فالسنان اتكسرت ونسي والأمور خلصت، عملت تجمع، عملت هيماتوما، عملت تجمع، عملت سيست، عملت مشاكل. بيكتشفها إمتى؟ بعدين خالص. أكم من الناس، لسه مبارح واحدة كانت جاية بتتكلم على فراغ خفيف ما بين سنتين، حاجة كده موضوع لا يذكر يعني. عملت أشعة مقطعية لأن أنا مقتنعة جدا بالأشعة المقطعية، لقيت إيه؟ ضرس مدفون، بس الضرس زايد. فأنت لما تيجي ترص تعد الأسنان من بره هي كاملة، ده ضرس زايد، يعني حاجة سوبر نومري، حاجة زيادة عن التكوين. طيب انت حضرتك يعني ازاي بتقول الاشعه المقطعيه مش مفيده؟ لا ده مفيده جدا، مفيده في كل حاجه. عايز تعمل علاج عصب، الدكتور علاج العصب قبل ما بيدخل اول حاجه كده صباح الخير يفتح الاشعه المقطعيه يطلع اماكن القنوات اللي هو داخل يعملها، في كم المفروض عندك ارقام ثابته وعندك حاجات اكستريم، يعني مثلا الضرس الفلاني فيه 4 قنوات ممكن يكونوا 5، الفلاني فيه 2 ممكن يطلعوا 3. انت عارف ان السنان السفليه اللي تحت دي مفروض فيها قناه واحده، دلوقتي بقى معظم الناس عندهم قناتين والفرق ما بينهم حاجه صغيره جدا جدا. لو هو مش داخل وعارف ان هو على بعد بوينت او كذا هيحصل ايه، لازم يبقى عارف. عارف كل ده بيصب في مصلحه المريض، المريض هو المستفيد في الاخر. لما تعمل علاج عصب وتلاقي مفيش شهر والالم رجع او اتحول لخراج، تقول طب ما انا عامله. طب هو انت عامله بس ما تعملش كله، لان الدكتور ما عندهوش مقطعيه قرا بيها. فانا مقتنع ان المقطعيه لازم تتعمل في معظم الاحوال، في معظم الاحوال، علشان نشوف الحاجه المستخبيه. زي فكره التحاليل، هل المفروض ان احنا بعد سن معين او من غير سن معين ما نعملش تحليل مره حتى كل سنه؟ هل المنطق ان الجهاز بتاعنا اجهزه جسمنا كلها شغاله كده ساعه؟ ما هو ده الساعه بتعطل، ما تبص تشوف في ايه، حاجات كتير ومشاكل كتير ممكن تعالجها بدري وتجيب نتائج حلوه لو عرفتها بدري. لكن دايما احنا بنعمل ايه؟ مش عارفه ايه، ما نجيبش في سيره ايه لا يحضر. ايوه مفيش حاجه اسمها كده. ما هو لو انت خايف ان هو يحضر، ما هو اوريدي حاضر على فكره. فهو لازم تعمل تحاليل، لازم تشوف فيه ايه وتواجهه، فلازم اشعه مقطعيه حتى لو احنا ما بنشتكيش من حاجه لان قد يكون في مشكله. طب ما يمكن ما طلعش في حاجه، يبقى الحمد لله خير وبركه، لكن هي مهمه جدا طبعا. هل حالات التقويم بتزيد ولا حالات التجميل هي اللي بتزيد؟ تجميل مش كده؟ طيب كدا. يبقى انا في التعبير مش معنى كده هو مهمش، هو الناس اللي عايزه الاسرع. طيب ما هو ده اللي انا بحكي لك عليه، ما هو عمالين يلغوا التقويم في الابجديات، هو خلاص الطلب هيقل. علشان مشكله التقويم التايم، رغم التقويم ده اساسيات. واحد من ارقى فروع الطب عندهم جدا ونتائجه حلوه جداً. وادوم وثابته وما اسمهاش مركب. على فكره هي حاجه جميله جدا، بس في بعض الاوضاع لا، الناس لا انا بصمم على التقويم. أوكي. وفي بعض الاوضاع بصمم على لا للتقويم، يعني بص المدام دي قمر، دي حبيبتي، دي حبيبتي بقالها 6 سنين مركبه تقويم، مش عارفه ازاي ما يعني صبر، يعني 6 سنين دي اكيد اتجوزت وخلفت وعيالها دخلت المدرسه وبتاع، هي لسه مركبه تقويم. مشكلتها ايه؟ ان عندها سنتين الجانبيتين دول مفقودين، الاماميتين الجانبيتين مفقودين. فالدكتور فتح المسافات عشان يزرع، المسافات ما تكفيش زرع لان الزرع ليها ليميت، ليها اقل حاجه واكتر حاجه وكده. ف ما عرفش يكمل او وات ايفر اللي حصل، اسنان ابتدت تلخلخ.
وخلاص ووقفنا بقى على يعني كده. فجت قلت لها نو واي مش هعمل تقويم تاني. نو واي مفيش حاجه اسمها ست سنين. في حاجه اسمها بريدونشيوم السنان الاخلاخه بريدونشيوم باظ خلاص كده حرام ده رقم رهيب. وانا لو قعدت اعمل ايه المسافه من الاول دايجنوست غلط المسافه مش تفتح مظبوطه. دي اضطرينا نعمل كراونز بس طلعنا النتيجه دي في زياره واحده. يعني هي اليوم اللي جت فيه استلمت المره اللي بعدها. النتيجه هي مبسوطه قوي 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 الحمد لله. يعني انا شايفه ان النتيجه حلوه في الحاله دي ما ينفعش تعمل تقويم تاني. عشان في حاجه اسمها الـ 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 الالياف والعظم والانسجه اللي حوالين السنان خلاص ابتدت تتحلل. السنان ابتدت تلخلخ في مكانها. فديت حاجه لا يمكن لازم تتحول لازم تغير بقى انت البلان خالص. رغم ان انا على فكره انا من انصار التقويم من البرانشز انا بحبها جدا. احنا اول حلقات عملناها مع بعض عملناها في التقويم. ايوه كنت بشتغل كتير قوي زمان دلوقتي قل فعلا كلامك والله لما ركزت فيه هو فعلا قل دلوقتي. بس كمان الكوست بتاعه بيزيد لان كلها حاجات جايه من بره يعني ما فيش حاجات محلي. فالكوست بتاعه عالي فالعيان برضو. بس عارف هقولك شغال فين قوي في الحاجات الجامعيه وفي الحاجات اللي اسعارها على فكره ما بقتش فري خالص. عشان كنا زمان بعرف ان الحاجات دي بتعمل فري في المستشفيات الجامعيه بس الاسعار رمزيه حتى لو اتعمل ولا رمزيه ولا حاجه. لا رمز الاسعار مش زي الاسعار الخارجيه مش زي الخارجيه بس مش رمزيه بس مش رمزيه قوي بس يعني. مش رمزيه يعني بس صح ماشي يعني ماشي الحال يناسب الانسان البسيط يعني متوسط الحال ضيفتي العزيزة المبدعة دائما الأستاذ الدكتور إسراء السعيد استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية الطب قصر عيني صاحب ماجستير جراحة الفم والفكين بكلية الطب ماجستير جراحات الفم والأسنان وصاحبة دبلومة الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان من جامعة سيفيا ضيفتي العزيزة المبدعة دائما. الحلقة القادمة سيأتي كل اليتامى إن شاء الله اللسة ستكون على مائدة الحوار. أوكي لماذا تظلم اللسة وسيأتي التقويم بقوة شديدة جدا. حاضر. حتى لا حتى لا يكون مجرم يتحول مجرم إلى قاتل حتى لا نفقد واحد من فروع الطب المهمة جدا جدا جدا. لأنه أنا بقول لكم في عالم طب الأسنان شيء مهم جدا اسمه طلب الديماند بتاع طلب الزبون. الزبون عايز إيه؟ لو طلب الناس اتجه بشكل كامل إلى التجميل سنفقد الكثير جدا من طب الأسنان التكميلي والبنائي والأساسي المهم جدا اللي ممكن يكون أكثر دواما أكثر إفادة للمريض وأقل تكلفة. خليكم معنا سحر. اهلا بكم. اذا جاز لنا التعبير انه من ضمن فوائد السمنه المفرطه انها تمنع الاختطاف. ما حدش يعرف يخطف حد عنده سمنه صعب صعب جدا يعني. طبعا ده تعبير على انه السمنه عائق امام حاجات كتير يعني حتى عائق امام ان الولد يتخطف عائق امام انك تركب اتوبيس عائق امام ان انت تلاقي لبس عائق. كلمه عائق دي تتكرر في كلام كتير ان انت تلاقي شريكه حياتك أو تلاقي شريك حياتك إن أنت تلاقي شغل يناسبك وإن أنت تقبل في وظيفة أنت بتحلم بيها أو في جامعة أو في كلية أنت بتحبها عائق أمام حاجات كتير. للأسف السمنة كلمة عائق دي أصبحت مرتبطة بيها. يعني إذا جاز لنا التعبير نقول بقى أن السمنة إعاقة ما لما عمال أقول إيه تعيقك أن أنت تعمل كذا تطلع سلم ما فيش تلعب كورة مش قادر تروح تحضر فرح خايف تروح الشط متضايق تقعد وسط أصحابك بيتريقوا عليك يبقى هي بتعوق الحياة. تعالوا نقرب من هذا المعنى الخطير جدا والمعاني الأكبر منه كمان إذا جاز لنا التعبير في الدخول في عالم جراحات السمنة مع ضيفي العزيز واحد من ميجاسترز عالم جراحات السمنة في مصر وفي الوطن العربي طبعا المبدع دائما في حوار الأستاذ دكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس المدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا عضو كلية الجراحين الأمريكية والحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات
قسمنا الاس ار سي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. قبل ما ندخل في معمعة الحلقه النهارده، هل السمنة عائق، اعاقه يعني، هي مرض؟ في البدايه تحياتي لحضرتك وكل فريق العمل وكل السيده المشاهدين. الحقيقه طبعا السمنة لا تخفى على احد، يعني ان هي بتحبس الانسان جواها، ويمكن اجتماعيا بيبقى طبعا يمكن زي ما حضرتك قلت ان هو بتمنعه من الانخراط الطبيعي في المجتمع بصوره طبيعيه كما يجب، وهي طبعا بتاثر على جميع الاعمار يعني، ومشاكل صحيه لا عد لها، ومشاكل اجتماعيه، ويمكن مشاكل على مستوى العمل طبعا بتبقى في مشاكل كتيره جدا، لانه مجال العمل هو مجال تنافسي من الدرجه الاولى، ومحتاج طبعا لياقه بدنيه عاليه جدا. طبعا السمنة بتحبس الانسان جواها، والحقيقه هي عائق كبير جدا قدام اي انسان مصاب بالسمنة المفرطة. من ضمن العوائق اللي بتقف قدام مريض السمنة لما بيقرر ان هو يخس، انه شاف حاله قريبته عملت عمليه وليكن تكميم ورجعت تخنت تاني، بعد ما عملت التكميم وخست رجعت تخنت تاني، وده سؤالي، امتى اقول ان عمليه فاشله؟ الحقيقه طبعا عمليه التكميم من العمليات الانجح في العالم، القوية في إنقاص الوزن، القوية جدا في علاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة المرضية، ولكن هي لها شروط يعني عشان تتعمل، وما نرجعش نزيد تاني أو نعملها وما ندخلش في مضاعفات، أو نعملها عايز أتخلص من مشاكل السمنة المفرطة ألاقي نفسي داخل في مشاكل تانية، من ارتجاع، من فتق في الحجاب الحاجز، من مشاكل تانية يعني قد تكون عائق في حياتي المستقبلية. المعدة اللي احنا شايفينها يمكن معدة طبيعية جدا، احنا محتاجينها تكون خالية من المشاكل ما قبل اجراء عملية التكميم. من ضمن الحاجات ان انت يبقى عندك مشاكل زي الارتجاع او فتح حجاب حاجز مش متشخص، ويمكن ما تاخدش منك يمكن تاريخ مرضي كويس في سبيل ان انت تعمل تسهيلة ليك ان انت تعمل عملية، فنقوم ما نعملش منظار معدة او ما نعملش فحوصات كافية، وتقوم تعمل عملية التكميم وتفاجأ ان انت عندك فتق متشخص ما قبل العملية، وطلعت بيه تقعد تعاني منه مدى الحياة، أو يحصل لك مشاكل تانية بسبب قلة خبرة يعني كفاءة الجراح في إجراء العملية. يعني عشان توصل للمستوى ده من إجراء العملية اللي هي الأنبوبة الجميلة اللي هي المقبولة للنظر دي، طبعا دي محتاجة حرفية، هي مش جاست قصة معدة كده وخلاص، طبعا لأنه فيها تفاصيل كتيرة جدا. كلما زادت الخبرة وزادت الكفاءة أنت بتكتشف أن أنت لسه ما أديتش يعني عايز تبدع اكتر وعايز تأدي اكتر في سبيل العيان. هو العيان ما بشوفش ايه اللي بيحصل جوه العمليه، العيان طبعا محتاج قصه معده ما يكونش فيها قبه معده متسابه فتكون سبب في رجوع الوزن في المستقبل وهو ما يعرفش ده، مضايق الانسزوره اللي هي جزء من المعده، اصلا دي طبيعي في المعده، فلو قصيت بزياده هتضيق المعده، ويبقى طبعا ربما يكون هي سبيل لفتق في المستقبل لان ضغط المعده زاد، سبيل لتسريب المعده لان ضغط المعده زاد من فوق ما انت قافل عليه من تحت. طبعا خبره الجراح تستدعي برضو استئصال كامل لجزء كبير من الانترم، يعني تسيب 4 سم من 3 ل 4 سم وبعد كده تقص الانترم بمقاسات مظبوطه كاليبريتد يعني. وبالتالي دي كلها حاجات فنيه. العيان بقى اللي انت دخلت جوه العمليه، في 11% من الناس ما بقاش عندهم ارتجاع في المريء، وبعدين ما انت شاكك فتق في الحجاب الحاجز، وعاده يعني بتدخل تلاقي فتق في الحجاب الحاجز، ساعتها تعمل ايه بقى لو انت جراح يعني مش متمكن او مش عارف الخطه العلاجيه كما يجب؟ تقوم عامل التكميم وسايب فتق الحجاب الحاجز، وبالتالي العيان يقعد يشتكي منه مدى الحياه. ساعتها انت لو اكسبرت انف يعني ان انت تعمل العمليه المظبوطه، بتقوم عامل مصلح الفتق في الحجاب الحاجز ومثبت المعده تثبيت في الاماكن اللي هي ثابته في البطن زي عضله الحجاب الحاجز اللي هي الشمال، تثبت في البنكرياتك فاشيا او جزء من البنكرياس، وتثبت في جزء من دهون اللي هي الثابته فوق القولون او الميزوكولون. يعني دي كلها حاجات يمكن تثبيت المعده بيها. هل العيان يعرف تفاصيل الجراحيه دي؟ لا طبعا. طب احنا طبعا يقول لي رجوع وزن في المستقبل، ما هو انت عارف انت مثبت نوع العمليه وما ثبتش لا الجراح ولا ثبتت حتى المستهلكات الطبيه الحديثه المستخدمه. كلما زادت خبره الجراح في اجراء العمليه، كلما زادت كفاءه العمليه، كلما قلت رجوع الوزن في المستقبل. التقنيات الحديثه انت يمكن
يمكن الناس ما تعرفش عنها كتير يعني. طبعا بالنسبه للمناظير المستخدمه في المريض، بالنسبه للدباسات المستخدمه في اجراء عمليه تكميم المعده، ما هي الدباسات دي لفظ يطلق على كل الدباسات اللي بتستخدم في تكميم وتحويل وكل جراحات السمنه ويمكن الجراحات اللي جهاز الهضم عموما اسمها الدباسات. فدي جزء من المستهلكات الطبيه الحديثه، فيها انواع كتيره جدا. يمكن طبعا انت كلما استخدمت التكنولوجي الاعلى كلما حصلت على نتيجه اعلى. مش بس اجراء العمليه بجراح محترف، ما هو انت لازم كمان يبقى عندك طقم من فريق المتابعه اللي يقول للعيان انت تعمل ايه عشان الوزن بتاعك ما يرجعش في المستقبل. يعني زي ما يقول كده، لو يعني اجازنا اللفظ ده، ان هو بتدي له الكتالوج بتاع العمليه اللي هو بيصلح به العمليه فيما بعد، لان في بعض الاكلات ممكن تزود الوزن بالرغم ان انت ما بتاكلش كتير يعني. وفي اكلات بتعلم الجسم ان انت بدل ما كنت بتاكل ثلاث وجبات كبار، انت دلوقتي الجسم اتعود ان هو ياكل كذا وجبه في اليوم، اب تو ان هو يعدل 10 وجبات في اليوم او 15 وجبه في اليوم، وجبات صغيره متعدده في اليوم. نوعيه الاكل نفسها، هل انت اديت التكميم ده اديته يعني تعليمات ان هو يقلل من استخدام السكريات شويه، مش لدرجه المنع ولكن التقليل او الاستخدام العادل من السكريات، هل انت قلت ده للمريض؟ ما هو ده جزء برضه لا يتجزا. طبعا المريض مش طبعا ما عليهوش مسؤوليه، لا عليه مسؤوليه كبيره برضه. يعني انت زي ما انت محتاج جراح محترف يعمل لك عمليه باحترافيه شديده، انت لازم تكون برضه مريض محترف انت كمان. ما انت لازم تكون عندك النيه والانتنشن ان انت تقلل وزنك في المستقبل وتحافظ عليه في المستقبل. احنا كبني ادمين يعني عندنا القدره وعندنا العقل وعندنا التفكير وعندنا يعني لو عايزين نبوظ عمليه هنبوظها يعني. فاذا لازم يكون عندنا تغيير في اللايف ستايل، يعني لازم حياتنا فيما بعد العمليه تختلف عن حياتنا فيما بعد العمليه. الناجح الحقيقي في النقطه دي معظم السيدات بصراحه، يعني السيدات دايما لما وزنهم بينزل حقيقي بيحافظوا عليه وبيبقوا يعني فعلا لو زادت كيلو او 2 كيلو عن المستوى اللي هو الوزن المظبوط او الوزن المثالي بتاعها بتلاقيها خايفه جدا وبتحافظ على نفسها. وخصوصا البنات اللي هم السن اللي هو يعني اراوند من 20 ل 25 سنه، دول بيبقى فعلا عندهم ازمه نفسيه كبيره جدا ما قبل انقاص الوزن، بيبقوا مش عايزين يرجعوا لها ما بعد انقاص الوزن. فيعني احنا عايزين نقول ان المريض برضو يعني مش بريء قوي يعني، لا طبعا عليه مسؤوليه لازم يتبعها، لازم يبقى يغير من نمط الحياه، حياتنا النمطيه السلبيه لازم تغير الحياه نمطيه صحيه فيما بعد العمليه. ما كنتش بتمارس رياضه ابتدي مارس رياضه المنصوح بيها يعني من تيم المتابعه ما بعد العمليه. طبيعه الاكل، طبيعه النوم، طبيعه الحياه لازم تختلف شويه اذا كان عندك النيه لاجراء العمليه. فجراح محترف مستهلكات طبيه على اعلى مستوى، مريض برضو عنده النية لأن هو يحافظ على وزنه، دي تمام المعادلة اللي هي المظبوطة اللي هتبقى إنقاص وزن مظبوط مدى الحياة. إن عكست أي حاجة من دول، جراح غير محترف العملية مش مظبوطة، المريض ما عندوش النية برضو عملية مش مظبوطة، أنت ما خدتش التعليمات المظبوطة والمتابعة والكتالوج ما بعد العملية برضو مش هتحصل على النتيجة المظبوطة. فهي كلها عوامل محتاجة يعني تعاون ما بين الجراح والمريض. دايما بيقول في خطر المرضى اللي عملوا جراحة قبل كده أو حتى أقاربهم، طب الحالة فشلت، تكميم فشل، تحويل مسار فشل، هنعمل إيه بعد كده؟ الاختيار بعد كده برضو، هل السؤال ده منطقي ولا السؤال ده طبعا المفروض إن ده أكيد هو قرار جراح، لكن الناس نفسها بتقعد تتناقش فيه برضو. طبعا فشل جراحات السمنه احنا بنشوفه على فكره بنسبه كبيره، يعني احنا انا بشتغل يمكن في 40% من اصلاح جراحات السمنه من مختلف دول العالم، ويمكن احنا شغلنا احنا بنستمتع بيه. انا بحب التخصص ده في السمنه المفرطه، ان احنا نقعد نعالج مشاكل السمنه المفرطه السابقه. يعني واحد عمل عمليه تكميم وفشل في انقاص الوزن او نزل وزن ورجع تاني، خلاص انت بعد سنتين لم تحصل على 50% من انقاص الوزن الزائد فوق الوزن الطبيعي، انت العمليه فاشله خلاص. كتله الجسم بتاعتك لسه ما زالت فوق ال 32، ما انت يعني ما محتاج لعمليه اصلاح فيما بعد. وما بعد سنتين انت محتاج تقيم نفسك مره ثانيه.
حاجتين لازم يتعملوا في مريض السمنه المفرطه اللي وزنه ما نزلش او وزنه زاد ما بعد العمليه. اول حاجه لازم تراجع الجراح بتاريخ المرض بتاعك وتشوف كميه الاكل اللي بتاكلها وعدد الوجبات ونوعيه الاكل والرياضه واللايف ستايل، كل الحاجات دي لازم تتراجع. رجعنا الحاجات دي بالفحص ما لقيناش حاجه احنا مقصرين فيها، بناكل وجبات مظبوطه ومعدتنا لسه صغيره، اعمل بقى اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد لقياس حجم المعده، والكلام ده لاعاده فشل تكميم المعده واعاده فشل تحويل المسار. اعمل اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد تقيس حجم الباوتش، المعده نفسها او المعده اللي انت بتاكل فيها حجمها قد ايه، هل هي زادت بقى زياده كبيره لدرجه ان انت محتاج عمليه اعاده ولا لا. وكمان بنعمل منظار معده تشخيصي، يعني الحاجتين دول مفيش تهاون فيهم، اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد ومنظار معده ما قبل اجراء اي عمليه اعاده اصلاح. تطمن على المريء بتاعك في حموضه، في فتق في حجاب الحاجز، عندك الحموضه عامله لك اوسفجايتس بارت اوسفجس، الحاجات اللي هي المرضيه اللي بتحصل بسبب ارتجاع في المريء احيانا بيبقى عند بعض الناس، والحاجات دي ما ينفعش تهون فيها، يعني ما تدخلش عمليه تعمل عمليه اصلاح من غير اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد او منظار معده، ما فيهاش مجاملات، اعمل الحاجات دي بحيث ان تاخد قرار مظبوط، لان كل فايندنج او كل حاجه بتطلع في الاشعه دي بيبقى لها قرار. تكميم المعده يمكن تحويله، يمكن قص، يعني المعده نفسها ممكن نحافظ على التكميم ونقص ما زاد منها تاني، او لو ما تقصتش اصلا واحنا احيانا بندخل نصلح عمليه نلاقي قبه المعده الشرايين بتاعتها اصلا سليمه اللي هي الاصليه، فده معناها ما تقصتش، انت ما بتعملش عمليه اصلاح، انت بتعمل عمليه جديده، فدي نوع من العمليات. يمكن تحويلها لو عندي بارت اوسوفجس، عندي اوسفجايتس او التهاب في المريء، عندي فتق في الحجاب الحاجز، عندي ضيق في المعده، اعمل تحويل مسار معده كلاسيكي مفيش نقاش، يعني ده رياضه، يعني دي حاجه رياضية ألف ب ألف ب، تحويل مسار معدة ما تناقش الجراح فيه أو الجراح ما يناقشكش فيها، يعني كأنه بياخد رأيك، لأن ده وقت، يعني دي حاجة، لأن الالتهابات في المريء الشديدة الارتجاع الشديد ضيق في المعدة تويست أي مشاكل في المعدة من تحت، أنت لازم تشتغل على الجزء اللي فوق اللي يمكن باحترافية بيعرضوا الحاجات الجميلة، أنت عايز تشتغل على الجزء اللي فوق ده عشان تعمل تحويل مسار معدة كلاسيكي، لأن اللي تحت كله ضيق أو التواء أو حاجة، يبقى لازم تعمل تحويل مسار معدة كلاسيكي، وده انجح عمليه في التاريخ لعلاج مشاكل المريء او مشاكل اللي هو الضيق بتاع المعده. طيب انا ما عنديش فتق في الحجاب الحاجز وما عنديش بارت اوسوفاجس او ما عنديش التهابات في المريء والمعده بتاعتي مش واسعه جامد او حتى واسعه يعني، بس ما عنديش ضيق من تحت وانا ممكن اعمل تحويل مسار معده مصغر، وارد جدا وعمليه جميله جدا ونافعه جدا، لكن محدش يعملها في الناس اللي احنا استبعدناهم اللي عندهم مشاكل في المريء، فتق في الحجاب الحاجز، ضيق في المعده، دول على طول تحويل مسار معده كلاسيكي. بقيه الناس يا اما تعمل اعاده اصلاح للمعده تاني تقصها تاني، او تعمل تحويل مسار معده مصغر في حاله عدم وجود الموانع اللي احنا ذكرناهم. الكلام واضح جدا وبسيط، فيعني دي حاجات لازم احنا لا نتعداها، ودي يمكن الحلول اللي هي المتاحه لاعاده فشل تكميم المعده. يبقى الحوار معك ممتع دائما، وهسيب الناس تتفرج على احدى حالاتك وتسمع كلام ملهم جدا هيسعدكم للغايه. ضيفي العزيز القيمه العلميه المتميزه والاسم اللامع الاستاذ الدكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس، مدير وحده جراحات السمنه مستشفى وادي النيل، وزميل كليه الجراحين الملكيه والحاصل على اعلى تصنيف جوده في جراحات السمنه، كان ضيفي في واحده من حلقاتنا الممتعه عن تجربة إذا ما فشلت جراحة السمنة. إذا ما فشلت، إذا ما فشلت أنت، ربما العود على المريض، وربما أيضا في الإجراء، لكن في النهاية كل شيء له حل، بس الاختيار ورسم الخريطة الصحيحة للطريق القويم للحل هو ده اللي احنا حكينا فيه دلوقتي. خليكم معنا. انا الحمد لله رحت دكتور كريم صبر وقعدت معاه، قال لي عندك اي امراض مزمنه وكده، قلت له الحمد لله، قام قال لي يعني خلاص هنتجه لتكميم معده، وعمل لي تكميم معده والحمد لله بقيت الوزن الطبيعي. ما كان وزني 150 كنت مثلا ان انا اروح محل هدوم عايز يعني تيشيرت على الموضه او بنطلون على الموضه يقول لي ما فيش لان وزنك صعب، كان اللي يعني اللي كان بيعاني من دوت والدي كان بيروح فيعني بيجيب يعني اشكال غريبه يعني البناطيل اشكال غريبه، فما كنتش بلاقي الوزن اللي انا البنطلون اللي انا عايزه بالموضه وكده، بس دلوقتي الحمد لله يعني بفضل ربنا يعني بقيت اي حاجه اعملها وانا كنتش بعملها قبل كده بقول الحمد لله،
ودلوقتي بجيب اي مثلا اخش اي محل يعجبني اي حاجه اخدها يعني من غير مقيس ومن غير ما اعمل حاجه بفضل ربنا الحمد لله. يعني نفسيا كنت متدمر، ما كنتش بخرج، ما كنتش بروح اي واحد صاحبي يعزمني في فرح مثلا، ما كنتش ان انا اروح لاني مش لا يعني مش معايا اللبس او حاجه الشيك اللي انا اروح بيه الفرح وكده، كله بيبقى لابس وكله بيبقى يعني لابس هدوم نظيفه، فانا كنت بتحرج ان انا اروح الفرح واي واحد يعزمني في مناسبه وكده. ما كنتش مثلا ان انا بمشي كتير عشان بتحرج من وزني، وكنت اي مثلا اروح عند ماما مثلا معزومه عند خالتي اقول لها مش هروح عشان مكسوف بسبب الوزن والهدوم وكده، فكنت بعاني قوي. والحمد لله دلوقتي مثلا اي واحد يعزمني في فرح بروح، ويعني نفسيا كنت متدمر خالص كخروج كلبس، يعني يعتبر كنت مسجون، يعني كنت في سجن، والحمد لله ربنا يعني بفضل ربنا وفضل الدكتور كريم صبري. يعني الدكتور محمد مجدي النجار استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج، مدير مؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم. أهلا بكم. في الزمن ده في حاجات كتيرة قوي غلط الناس بتعملها، وده بيضر منطقة أسفل الجهاز الهضمي أو آخر منطقة اللي هي الكنال، منطقة شرجية بيضرها أضرار جسيمة للغاية. العالم كله دلوقتي عنده مشكلة اسمها الفاست فود، ودي متسبب إما إسهال شديد أو إمساك شديد من وقت للتاني، والاثنين بيضروا الأنال كانال. أيضا الجلوس لفترات طويلة، عموما الحياة كلها جلوس، قاعد قدام تلفزيون ما بتحركش كتير، في جلوس كمان مخيف وبيضر المنطقة دي، وهو أثناء إخراج الفضلات أثناء الدخول الحمام. والسبب الأساسي في رأيي في الحكاية دي هي السوشيال ميديا. الناس بتدخل الحمام معها الموبايل، يفتح الفيسبوك، يتشغل في الفيسبوك، يتشغل في السوشيال ميديا، يتشغل وهو بيبص على الواتساب، يعمل أي حاجة على الموبايل، وهو ده كارثة كارثة. كمان التوتر، مرض العصر الذي لا يخلو أي مرض من أن التوتر يكون موجود معانا في القصة. والمهم قوي كمان السمنة وزيادة الوزن، كل العوامل دي تلعب دور مهم في أنه الأنال كانال تتأثر تأثر كبير. النهاردة عندنا عنوان بيفرض نفسه بقوة في الموضوع، هنتكلم عليه بالتفصيل. وزي ما قلت لكم النهاردة يوم مهم جدا، لأن احنا بسبب مرض إذا ترك ولم يعالج بشكل جيد جدا يحول حياة الإنسان إلى كارثة، يعني فعلا من الأمراض المزعجة للغاية. تعالوا نفهم بالتفصيل. الأول أرحب بضيف العزيز، واحد من المبدعين ومن ميجا ستارز هذا المجال، بيسعدني جدا وجوده معنا وبيبهرني بأسلوبه العلمي الدقيق في الشرح والتفصيل وأسلوب الجراحي طبعا المشهود، ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور محمد مجدي النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج والمدير لمؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم. أهلا بيك يا دكتور أحمد، نورني. الله يخليك. عنوان النهاردة الناسور الشرجي، اسمه مخيف. عندما نفسي أعمل البرنامج موسيقى الصورية، عشان كان زمان على فكرة ونبلام موسيقى الصورية لأنه هنا ستصاعد الموسيقى التصويرية التي تشير إلى أن احنا بحالة قدام حالة مرضية مزعجة للغاية. طبعا الناسور الشرجي تعريفه إيه؟ وعايزين قوي احنا بنفرقه، بس نفرقه بين حلقة سابقة اتكلمنا عن الناسور العصعصي عشان الناس متختلطش بيه. صحيح، الناسور الشرجي هو مرض يجي حوالين الشرج. احنا قلنا ان الناسور عبارة عن فتحة حوالين الجلد وفتحة داخل الامعاء، وبنقول بالامعاء هنا هي القناة الشرجية لانها تعتبر جزء من الجهاز الهضمي، فعبارة عن فتحة موجودة جنب الشرج. الفتحة دي موصلة بفتحة اخرى داخل الشرج، المريض هيشوف من بره في فتحة بتنزل شوية افرازات. ليه هو مرض دمه تقيل زي ما حضرتك قلت بالظبط؟ هو مرض فعلا صعب شوية في علاجه، لانه مرض حساس جدا جدا جدا، لانه علاجه قد يضر في بعض الأحيان إذا اتعمل مش مظبوط، زي ما هنتكلم كمان شوية. الحقيقة هو مرض عند نسبة مش قليلة من المرضى يعانون الحقيقة من فترات طويلة من وجود الناسور الشرجي. هو إيه الناسور الشرجي؟ هو عبارة زي ما قلنا عن فتحة بجوار فتحة الشرج تنزل بعض الإفرازات طول الوقت،
قد تكون الفتحه دي مقفوله لبعض الاوقات فتعمل الم كبير جدا تعمل خراج، وقد تكون مفتوحه فتنزل افرازات. ومن اكتر الاعراض اللي المريض بيتضايقوا منه منها انه ويت طول الوقت، انه حاسس بالبلل طول الوقت، فطول الوقت في افرازات قد تضايقه شويه حتى اثناء الصلاه او التطهر او الكلام ده، فطول الوقت متضايق من وجود الافرازات او وجود الخراج اللي حوالين الشراج اللي بيعمل الم كبير جدا. زي ما احنا شايفينه كده، هو طبعا كلمه ناسور يعني نفق. بالظبط نفق، هو نفق ما بين حتتين اللي هو الجزء الاصفر اللي مبني جوه العضلات ده، ما بين الخراج اللي اتكون بره اللي عمال ينزل الصديد، وما بين الفتحه الداخليه اللي حصلت جوه يعني. فالحقيقه مرض ناس كتير ما تعرفش عنه كتير يعني، ففرصه النهارده نقول لهم عنه. عرفناه من شويه وقلنا انه اعراضه انه قد يكون في فتحه بجوار فتحه الشرج بتنزل افرازات، طبعا ليه انواع كتيره نتكلم عنها كمان شويه. الاسباب ايه؟ الاسباب هو انه في غدد داخل الشرج من جوه عند الدنتيت لاين ده اللي هو بعد حوالي 3 سم من فتحه الشرج او حاجه. الغدد دي ربنا بيخلقها لنا في الطبيعه عشان تنزل بعض الميوكس ديسشارج اللي هو الافرازات المخاطيه لتسهيل مرور الفضلات، عشان يبقى الشرج يعني بترطب شويه فالفضلات تنزل بسهوله. احيانا الغدد دي تلتهب، الالتهاب اللي جوه الغده يبدا يعمل التهاب صغير كده داخل الانسجه من جوه، يمتد شويه يعمل خراج بجوار الشرج. اول حاجه المريض هيشوفها مش هيشوف الالتهاب اللي جوه، لكن هيشوف الخراج اللي حوالين الشرج. اذا المريض فتح ونظفه على طول تنتهي القصه، لكن اذا سابه شويه الخراج بيبدا الانسجه والبكتيريا والصديد اللي جوه ياكل في الانسجه فيعمل التشعبات ويعمل النسور اللي جوه طبعا. فسببه هو التهاب غدد داخل الشرج تلتهب وما اتعالجتش كويس تعمل خراج، الخراج ما اتعالجش كويس يعمل بيرينال فيستولا او نسور شرجي. الانواع هل هي انواع تكوينيه تشريحيه؟ اتقسم الحقيقه لانه مرض مهم جدا فتقسم كذا كلاسيفيكيشنز، احب انا منها واعتمد الاناتوميكال كلاسيفيكيشن لان هي دي المهمه قوي للجراحيه اللي هو التقسيم التشريحي. تقسيم تشريحي. طب ليه تشريحي؟ لانه زي ما حضرتك شايف هو يحيط بالشرج عضلتين مهمين جدا، العضله الداخليه والعضله الخارجيه، وفوق عضله اسمها الليفيتور ايناي وفوق اسمها بيوبوركتالس، كل دول مهمين جدا في علاج النسور. اذا كان النسور سطحي يعني مش واخد اي جزء من العضلات نسميه سوبرفيشال فيستولا او نسور سطحي جدا. اذا كان النسور واخد العضله الداخليه اللي هو تاني خط بالظبط ده نسميه انترسفنكتريك، يعني واخد العضله الداخليه بس وهنا بدا يبقى خطر شويه. اذا زاد شويه وخد الانترنال والاكسترنال سفنكتر بنسميه نسور ترانسسفنكتريك يعني مخترق للعضلات. في نوعين تانيين بقى، حاجه اسمها سوبرسفنكتريك يعني فوق العضلات، واكسترسفنكتريك يعني معدي العضلات خالص. عشان ما نلخبطش الناس اتقسم الى ناسور منخفض وناسور مرتفع، ناسور سفلي وناسور علوي. بالنسبه لي القناه الشرجيه، اذا كان الفتحه دي فتحه على طول داخل الشرج يبقى سفلي، يزيد شويه يبقى سفلي شويه. اذا كانت عاليه يعني القناه دي طويله وطالعه لحد فوق خالص فبقى ناسور علوي، ومن هنا بتيجي خطورته يعني. هل في حالات مرضيه مصاحبه يعني السكر مثلا يجي لكم اكتر ولا عادي؟ طبعا اي حاجه تقلل الاميونيتي في الحته دي. اشهر ناس يجي لها الناس اللي عندها الكرونز والارثريتيف كولايتس، الامراض القولونيه اللي فوق. لدرجه الامراض المناعيه القولونيه اللي فيها التهاب في القولون. بالزبط. الناس اللي بفجاه بيحصل لهم انهيار في القولون بسبب اكله او فجاه مناعيا بيحصل كده. دول عرضه جدا اللي يجي لهم بريال فيس. لاي مريض مناعته قليله زي طبعا مريض السكر. وكنا نشرنا الحقيقه بحث يمكن من حوالي سنه وست شهور تقريبا دلوقتي، انه نسبه الناس اللي عندها سكر اللي جالها المرض ده لغير الناس 70%، يعني كان اكتر الناس من اللي كان عندهم ناسور 70% منهم كان عندهم سكر، فمن ضمن الاسباب اللي بتقلل يعني او المناعه وتزود وجود الناسور يعني. التشخيص طبعا من الحاجات اللي تشخص كلينيكالي، لكن ما تتعالجش بالعين. يعني احنا شخصناها بالعين، عندك ناسور، لكن هتتعالجه ازاي؟ لابد ان احنا نعمل طبعا فحص يبين الناسور ده داخل جوه انهي عضلات. يتقسم الفحص ده الى اولا اندو انال الترا ساوند، ناسور سونار بيخش جوه الشرج يورينا الفتحه الداخليه فين بتاعه الناسور ونقدر نعرف منها الممر. اذا كانت الحكايه معقده شويه بنعمل رنين مغناطيسي ام ار اي فيستولوجرام اللي بيورينا فين الفتحه الداخليه بتاعه الناسور وهل هو علوي ولا سفلي. هو الفكره ان احنا بنشوف من بره فتحه، ما احناش انا مانيش شايف الفتحه اللي جوه، ممكن تبقى قصيره قد كده وممكن تبقى بعيده خالص مانيش عارف اعملها ازاي. وخطوه مهمه زي ما هنتكلم كمان شويه عن نجاح العمليه هو انك تقفل الفتحه الداخليه، فلازم تبقى عارف هي مكانها فين اصلا.
وعشان تعرف تقول للعيان انت هتخف ازاي وهتتعالج ازاي لازم نعمل فحص يورينا فين الفتحه الداخليه. فبنعمل يا اندو ان الالترا ساوند او سونار على الشرج، يا بنعمل ام ار اي فيستولوجرام او رنين مغناطيسي. هنا الحاجات دي كلها تعرفني المكان، تعرفني درجه التشعب، درجه اللي هتبني عليها خطه العلاجيه، هبني عليها الخطه العلاجيه. لانه من الامراض اللي تختلف الخطه العلاجيه بناء على اختلاف نوع النسور وحجمه وطوله وعرضه. هنا بقى الخطه العلاجيه اللي هي طرق العلاج، اللي هي انا هعمل ايه عشان اوصل لايه. طبعا من الحاجات اللي فيها ثوره تكنولوجيه عظيمه النسور الشرجي، لانه بقينا بنعالجه باستخدام حاجتين مع بعض، بنستخدم الليزر وبنستخدم الفافت اللي خطورته. احنا اتكلمنا من في حلقات قبل كده عن النسور العصعصي، ما كناش بنستخدم الفافت او المنظار. ليه؟ لانه مرض مش خطير. لكن هنا زي ما بيقولوا غلطه بجون، انت بتشتغل في 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 نفق محيط بيك عضلات مهمه جدا جدا وصمامات مسؤوله عن التحكم في مرور الفضلات، فما لا مجال للخطا في العضلات، لا مجال للخطا. المريض لو هتقول له احنا ممكن نعمل عمليه والنسور يخف بس ممكن العضلات تتاثر شويه، يقول لك لا ما تعملوش، وعنده حق. فلا مجال للخطا في انك تمس جزء من العضلات. فبقينا بنعالج النسور باستخدام الفافت اللي هو اختصارا للفيديو اسيستد فيستولا تريتمنت، انك بتشوف النسور بعينيك وانت داخل، كاميرا صغيره جدا بتخش من جوه الفتحه الخارجيه اللي هي دي بالظبط. فبقينا بنشوف التانل ده نفسه اللي كنا بنتكلم عنه من شويه، النفق، النفق بقينا عارفين ابعاده جوه النسور نفسه. عرضه كام يعني مثلا هنا في النسور ده كان عرضه كام؟ اكبر نسور شفته في حياتي مثلا 8 مللي 7 مللي، اقل من السنتي. يعني الكاميرا دي والبروب ده داخل في حاجه عرضها الدايمتر بتاعها اقل من سنتي، حاجه رفيعه جدا الحقيقه، يعني حاجه شايفها دي. فطبعا حاجه عظيمه جدا لانه بقينا بنشوف جوه النفق نفسه، بنشوف فين الفتحه الداخليه بتاعته ونشوف تشعباته وهكذا. ثم بعد ما بنشوف كويس باستخدام الفافت بنكوي النسور باستخدام الليزر. يعني ايه بنكوي النسور؟ يعني بنخش بالفايبر القسطره بتاعه النسور من الفتحه اللي بره لحد ما نوصل لحد الفتحه اللي جوه بالظبط اللي بيحصل دلوقتي. ده اسمه السيتون او الجايد واير اللي بيورينا فين الفتحه الداخليه. احيانا نركبه ونسيبه لفتره اذا كان في خراج كبير او حاجه، ونرجع نشيل السيتون ونكوي مكانه باستخدام الليزر. واحيانا نستخدمه از اواير يعني او اجايد انه بيورينا فين الفتحه الداخليه. هنخش ونوصل لحد الفتحه الداخليه جوه ثم لابد نقفلها. 70% من نجاح العمليه هو انك تقفل الفتحه الداخليه. احيانا تبقى صعبه انك توصل لها اذا الدكتور استسهل وما عملهاش، بيحكم على الاجراء انه يحصل فيه بعض الارتجاع. ثم بنعمل اوبليتريشن للتراك باستخدام الليزر، او ان احنا بنقفل النسور باستخدام الليزر زي ما حصل دلوقتي دون المساس على الاطلاق بالعضلات. والحقيقه انا دايما بميل الى ان يبقى في شويه نسب الجراح يسيبها لنفسه يقول براح، يعني يقول مثلا الاجراء ده بينجح 80% 90%، لكن هل في خطوره على العضلات في هذا الاجراء؟ ولا حتى 1%، كومبليتلي سيف. ليه؟ لانك اشتغلت جوه النفق دون المساس على الاطلاق بالعضلات المحيطه. يعني ده البيست الافضل في التعامل مع مثل هذه الحاجة في العالم كله. يعني اذا كان المريض ده لو سافر الصبح اي حته في العالم في احسن الاماكن، وقد اقول او ما كنتش ببالغ اذا قلت ان احنا احسن من اي حد. هو في احسن حته هيتعالج ازاي؟ بالفافت والليزر. احيانا مش هيلاقي اصلا الاثنين مندمجين سوا، يعني مش هيلاقي حد بيستخدم الاثنين سوا. لكن استخدام الفافت والليزر هو افضل طريقه لتجنب حدوث مضاعفات كبيره قد تؤذي المريض لباقي حياته. يعني طيب يعني برضو هنعكس السؤال، ماذا يحدث إذا لم نستخدم تقنية تضمن عدم الإضرار بما هو محيط بهذه الفيستولا؟ 30% ريسك في الجراحات التقليدية على أنه يحصل فيكال انكونترنس، أن المريض لا يتحكم في مرور الفضلات. ما هو إحنا لو مش هنعمل كده هنعمل إيه أصلا؟ هو الجراحة التقليدية بنعمل إيه من أيام الناس القدماء القدماء؟ ده الفافت يعني. ده الفافت. ده الأول مرة يتعمل في اي منطقه في الوطن العربي كله بالظبط. هو حاجه متقدمه جدا الحقيقه، سعداء بيها للغايه. يعني هو كان زمان بيعملوا ايه؟ بيدخلوا بروب فتحه ما بين الفتحه، حاجه حديد كده ما بين الفتحه الخارجيه والفتحه الداخليه، ويقصوا الحته دي. كان زمان في حتى كان في صور لطيفه جدا زمان خالص. لطيفه ايه بقى؟ ما كانوا بيقطعوا الحته دي بالسكينه حتى والله. لا لا دي مش لطيفه خالص. لحد دلوقتي هو ده اللي بيحصل. هو الاجراء اللي احنا بنعمله اللي اسمه الفيستلوتومي تراديشنال سيرجري في الحكايه دي ايه؟ بتدخل بروب من هنا لهنا وتقطع الحته دي مرورا بالعضلات، والجراح يبدا بعد ما يقطع العضلات يحاول يخيطها تاني ونحاول تبقى فانكشننج تاني وهكذا. 30% ريسك ان المريض يحصل له فيكال انكونتنس.
فالحقيقة من الأمراض اللي يعني الطب فيها تطور بشكل كبير جدا، ما بقناش بنعمل ده كله، بقينا بنعمل ده بالمنظار، نخش جوه النسور ونقفله بدون حتى يبقى فيه جرح، مريض بيطلع فعلا ما عندوش جرح، ونقدر احنا في العيادة ما قبل العملية. خلي بالك انه الجراح ما يقدرش يفتح صدره قوي في حاجات كتيرة يعني، لكن ده من الحاجات اللي تخليك تقدر وانت في العيادة تقول للمريض 100% 100% مش هيحصل incontinence، مش هيحصل عدم التحكم في مول الفضلات اللي هو الكابوس المزعج. دور الليزر، احنا فهمنا المنظار، هندخل ونشوف الليزر، كنا احنا شرحنا مرة قبل كده فكرة الليزر ايه. ايوه، اي نسور هو مداخل التانل ده متبطن بانسجة غير قابلة للالتئام، بنسميها الابسيليال تيشو، يعني الجدران بتاعته ما تقفلش على بعضها، ما تلزقش على بعضها، لان في حاجه تمنعها من الالتئام اللي هي البطانه بتاعتها. الهدف الرئيسي لاستخدام الليزر هو انه يدي ابسيلايز الابسيليال تيشو، انه يوقع البطانه المسؤوله عن ان النسور ده ما يقفلش على بعضه، ثم الحراره اللي بتطلع منه تعمل اوبليتريشن او تقرب الجدران دي من بعضها فتتقفل على بعضه. فالحقيقة إجراء عظيم جدا، لأنه إحنا بنشتغل من داخل النسور وليس من خارج النسور. النسور حالة جراحية معقدة، حالة جراحية مقلقة، وعمليته كانت زمان فعلا عملية مزعجة جدا جدا جدا. الموضوع اختلف، لكن هل النسور بهذه الدرجة من التعقيد وبالشرح العلمي اللي شرحناه ده يقدر أبو العريف يفتي فيه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. بيشة متعودين كل رجالة العمارة بنتقابل في صلاة الجمعة، الجمعة اللي فاتت عم فوزي ما ظهرش، قلت مش عادته صلى في جامع تاني ولا راحت عليه نومة، عديت عليه قالوا لي نايم مش رايق، خير يا عم فوزي ألف سلامة، قال لي عندي تعب في الشرج مش عارف ده نصور ولا بواسير، تعرف تفرق بينهم؟ قلت له عم فوزي من قال لا أعلم فقد أفتى، أنا بصراحة ما أعرفش. عندك واي فاي؟ طب اديني الباسورد. دخلت على الإنترنت يا باشا وريته كذا فيديو لحد ما استقرنا على فيديو عامل يجي 1,000,000 مشاهدة، خبير أعشاب بيقولك العلاج المعجزة لأمراض الشرج. فرجت يا عم فوزي، مسكت ورقة وقلم وكتبت وراه عشبة المر، البروبلس، التوم المجفف، كتبت له المقادير وطريقة الاستخدام. أي خدمة يا عم فوزي، أدي روشتتك. هو الواي فاي دوت يلقط في شقتي؟ هشوف. في مرحلتين من الجنان. أيوه. والله يعني في مجنون يطلع لابس لبس النوم وناكش شعره بتاع، في مجنون تاني يقلع بقى هدومه خالص ويمشي في الشارع كده يعني فله يعني. في مرحلتين من الجنان في التعامل مع الطب. المرحله الاولى ان انا افتح جوجل، ايوه ده اللي هيلبس جلابيه طبعا. المرحله الثانيه ان اللي يفتح جوجل، انا في رايي شوفوا بيقعدوا لي هفتح جوجل يبقى مجنون، من الاول لان جوجل مش دكتور طبعا. ولا اللي هيعمله بعد كده. الكارثه بقى في المرحله الثانيه ان انا استسهل وانا بفتح، ما افتحش بقى وادور على كلام علمي، لا لا ده انا ادور على التخريف يعني. لا ادور على المليون. ما المليون ده في التخريف. انا مره شفت واحد نصب والله العظيم، لقيت الفيورشيب بتاعه اللي هو المتابعين واللايكات بتاع فعلا رقم مخيف جدا، ونصاب عمال يقول للناس وقفوا ضوا الضغط وقفوا ضوا السكر وبتاع يعني نصاب 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 جاهل، وانا عارفه شخصيا انه ده جاهل من زمان قوي، ويعني نصاب عالمي مش عارفه شخصيا، يعني عارف متابعه الحقيقه يعني. وقفوا الدواء وقفوا الدواء. فانت عندك الحكايه دي هتبقى كارثه، وخصوصا في النسور طبعا. هو الحقيقه برضو الدجل في الحته دي ما هوش قليل. الناس كان ليها حق شويه تخاف من العمليات زمان، لانه احنا قلنا ان الخطوره في العمليه كانت كبيره. دلوقتي خلاص ما بقاش في خطوره اصلا 0%، يعني ما لهمش حق يخافوا، لكن كان زمان يدور على حاجات سهله. فكان طبعا زي ما سمعنا من شويه يحاول بقى يسمع الوصفات واللفتات والحاجات دي يعني، فطبعا كان حاجه صعبه جدا، وده اللي كان بيخلي الحكايه تكبر وتصعب علينا كلنا يعني. هل المريض بيجي لك مذاكر جوجل ولا يعني هل ده بيضايقك؟ الى حد ما، لانه بيحاول يعني بيبقى عنده معلومات غلط، فانت بتبدا من انك تشيل المعلومات الغلط الاول عشان تحط معلومات كويسه. فطبعا
هو كويس انه يفهم، بس زي ما حضرتك قلت هو يا رب يقرا في حاجات علميه ما موثوق منها او بتاع، لكن هو بيقرا بيستسهل اسهل حاجه يقدر يعرف يقراها يعني. الحاجه الاتراكتيف بالنسبه له الاتراكتيف بشكل. تعال نشوف المحطات الثلاث. ابيض اسود ام رمادي؟ في المحطات الثلاثه عندي المحطه الاولى الليزر، احدث طفره طبيه في علاج النسور الشرجي. طبعا طبعا 100%. وانا رايي وبنقول ده دايما في المحاضرات انه هو اهم حاجه يعالجها الليزر ايه في امراض الشرج؟ النسور الشرجي، لانه اهم طفره عملها انه خلى الخطوره مش موجوده. نجاح العمليه دي قد ايه حتى باستخدام الليزر؟ 85-90%. معنى كده ان من كل 100 في 10 ما بينجحوش فعلا ويحصل لهم شويه ريكرنس ويرتجع تاني. بس الريكرنس معناه ايه؟ ان المريض اتحسن عن مكان لكن لسه في شويه افرازات، يخش تاني وتالت وعاشر. ما هي اصلا ما كانتش حاجه متعبه يعني، ما كانتش عمليه كبيره ولا فيها ريسك او حاجه. ويجوز هنا اجراء العمليه اكتر من مره لانه لا مساس بالعضلات، لكن مع استخدام الجراحه لما كانت بترجع تاني ونقعد 3-4 شهور لحد ما المريض يلتئم، دخول العمليات مره اخرى في خطر اكبر على العضلات لانها اتقطعت في المره الاولانيه. المحطه الثانيه. جاني متهم ام بريء؟ السؤال ده هغير في صيغته شويه. من ينصح باستخدام الجراحه التقليديه في علاج النسور الشرجي؟ كيف ترى؟ هل هو متهم ولا جاني ولا في الحته دي في الدرس ده بتاع النسور الشرجي جاني، ونقولها بالفم المليان زي ما بيقولوا يعني. ليه؟ لانه الخطوره كبيره جدا والحل السهل موجود وحقيقي والعالم كله بيستخدمه. والجايد لاينز بقى، مش احنا كلنا بنستخدم الجايد لاينز؟ هو في حد دكتور بيشتغل من غير ما يبقى احنا عارفين احنا بنعمل ايه؟ لا، جايد لاينز دي الحاجات اللي العالم كله بيتفق عليها. يقولوا ان الفيرست ترايل انك تعالج النسور ده في اول مره عالجه باستخدام سفنكتر بريزيرفنج تكنيك زي الليزر، انك تحافظ على العضلات. لا قدر الله اذا فشل 10% يحصل ايه؟ سكند ترايل خش نفس التكنيك تاني، اعمل نفس الحكايه دي تاني. اذا فشل في المره الثانيه اعمل العمليه بالجراحه، اعمل التراديشن سيرجري. لكن انت اذا عشان تنط الاثنين الاولين وتعمل الحكايه باستخدام الجراحه، فانت حقيقة ضيعت فرصتين على المريض. كان المريض هيعمل عمليه ويبقى زي الفل بدون ما نضره يعني. دي جايد لاينز اللي هي القانون الطبي. خلينا نترجمها كده، قانون الطبي. المحطه الثالثه. وشك ام يقين؟ حضرتك واحنا بنتكلم قلت المعنى ده ان النسور الشرجي يعود مره اخرى بعد علاجه بليزر، بس احنا حد ده يعني ده دواء بكام في الميه؟ الجراحه تعود ما بعدها 76 77 78% تنجح، 22 23 في الحته دي يعني تعود الريكرنس ريت مره اخرى. حط على ده انها كانت عمليه صعبه وعمليه فيها خطوره على العضلات وعمليه مزعجه جدا. استخدام الليزر ينجح بنسبه قد ايه؟ من 85-90%. يعني من كل، وطبعا اذا كان ال 10% اللي ما بينجحوش دول هم المرضى اللي عندهم حاجات متشعبه وكبيره وحاجات زي كده. كلنا متفقين ان المرضى اللي عندهم نسور منخفض او نسور متشعب ولو تشعب واحد ينجحوا 100%. 100% ال 10% اللي ما بينجحوش ايه؟ هم المرضى اللي عندهم تشعبات كبيره جدا، وساعتها ما بنسمهمش ان هم ما نجحوش، بنقول ان المريض دخل فيرست وسكند سيشن، يعني دخل مرحله ودخل مرحله ثانيه وتحسن كويس. لكن طبعا هو ده الطب يعني، ما فيش حاجه في الدنيا اعظم الناس في اعظم الفروع في الطب ما بتنجحش 100%، بتنجح بنسب يعني. انا بشكرك على انك بتتقبل دعوتنا يعني، وجودك معانا شرف كبير. شرف لينا طبعا، وبسعد جدا بالحوار العلمي معاك، وبسعد بالبوتنشياليتي، وبسعد بالباشن اللي انت بتشرح بيه، وزي دايما التطوير هو هدفنا في الاخر، التطوير الكبير اللي احدثته في فهم الناس وثقافتها حول الانال كانال وامراض الشرج. الحقيقه شيء انا سعيد جدا بيه، وببقى قاعد مستمتع بالحلقات والحوار العلمي الراقي جدا. في منتهى السعاده الحقيقه بابا مع حضرتك الحقيقه. اشكرك شكرا جزيلا. الضيف العزيز القيمه العلميه الكبير الاستاذ الدكتور محمد مجدي النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الشرج، والمدير المؤسسي تيم كيور لعلاج الشرج والمستقيم، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا على الاطلاق في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه.